صباح الخير على اولادنا وبناتنا في كل كمان مكان من قناه مصر التعليميه. احييكم، انا إيلاري عاطف. هنتكلم النهارده عن موضوعات مهمه جدا من موضوعات الجغرافيا والتاريخ. خلال ساعتين هنتناول فيهم الجزء الاول مخصص للجغرافيا، هنتكلم فيه عن نماذج من دول ناميه ومتقدمه، هنشوف تجاربهم في العالم وهنشوف ازاي حققوا نجاحات كبيره وصلوا لنمو اقتصادي عالي جدا، وكمان هنعرف العلاقات المصريه مع هذه الدول. اما بالنسبه للجزء الثاني من الحلقه فهيكون ساعه كامله هنخصصها لموضوعات التاريخ علشان نغطي فيها ما هو متبقي من المنهج ان شاء الله. تعالوا نبدا مع اول جمهوريه ناميه وهي جمهوريه الهند. اول ما بنفتكر كده او اول ما بتيجي في دماغنا الهند على طول بنروح لقاره اسيا. بالفعل الهند دولة مهمة جدا من دول قارة اسيا، عرفنا معلومات كتير عنها خلال دراستنا في الترم الاول والترم الثاني، وكمان هنعرف النهاردة تفاصيل أكتر عن موقع الهند، مناخها، تضاريسها، سكانها، أنشطتها الاقتصادية وكمان علاقاتها المصرية. تعالوا نبدأ مع الهند وأين تقع جمهورية الهند. لو احنا بصينا على الخريطة اللي قدامنا هنلاقي إن الهند وقع في قارة أسيا. الجزء الجنوبي الشرقي من قارة أسيا بتقع فيه الهند ما عدا الأجزاء الشمالية منها، فهنلاقي إن الهند عبارة عن شبه جزيرة بيحيط بها المية من ثلاث جهات. طب تعالوا كده على الخريطة اللي قدامنا علشان نوضح أكتر موقع الهند. لو احنا باصين كده قدامنا هنلاقي ان الهند عبارة عن مثلث الرأس بتاعته في المحيط الهندي والقاعدة بتاعته في الشمال. لو جينا باصين على الهند على خريطة اسيا فهي المتظللة باللون الاخضر قدامكم، هي واقعة في جنوب قارة اسيا ما عدا الجزء الشمالي منها، بتظهر زي ما انتم شايفين كده على شكل مثلث ليه قاعدة ورأس. اما بالنسبة للموقع الجغرافي لدولة الهند فهنلاقي ان الهند موقعها الجغرافي بيحدها من الشمال دولة نيبال والصين وبوتان. ادي نيبال والصين وبوتان، ولو مش واضحة على الخريطة اللي قدامنا علشان صغيرة ممكن نكون فاتحين كتاب المدرسة او فاتحين اطلس قدامنا علشان نبدأ نحدد. واول ما اقول الموقع يبقى على طول عينينا بتيجي على الشمال والجنوب والشرق والغرب. على طول نفكر الشمال هو اللي قدامي بالظبط، فالهند قدامها في شمالها ايه؟ نيبال وبوتان، وزي ما انتم شايفين الصين. طيب تعالوا كده لو احنا مش معانا كتاب المدرسة هندقق في الخريطة اللي قدامنا، بس يفضل ان احنا نبقى فاتحين كتاب المدرسة. واول ما اقول الشمال يبقى ايدينا بسرعة تروح على الشمال، الجنوب نفس القصة، الشرق والغرب نفس الحكاية. يبقى ناخد بالنا قوي ان انا وانا بوزع الاتجاهات بوزعها على الخريطة علشان انا مش هحفظ من الشمال في ايه ومن الجنوب ومن الشرق والغرب الا لما عينيا تيجي على الخريطة. فتعالوا كده نبص على الخريطة اللي قدامنا، هنلاقي من الشمال في نيبال والصين وبوتان، من الشمال الشرقي في دولة اسمها ميانمار، من الشمال الغربي في دولة باكستان، من الشرق والجنوب الشرقي في خليج البنغال، وفي دولة بكاملها تقع داخل حدود الهند وهي دولة بنجلاديش. الدولة دي دولة وقع كلها داخل حدود الهند، يعني هي جوه دولة الهند. يبقى تاني كده، من الشمال في نيبال وبوتان والصين، الشمال الشرقي نروح بسرعة على الشمال الشرقي هنلاقي فيه ميانمار، الشمال الغربي قصادها في باكستان، الشرق والجنوب الشرقي في خليج البنغال. أما بالنسبة لدولة بنجلاديش فهي تقع بأكملها داخل حدود الهند. ده كان بالنسبة للموقع الجغرافي. مساحة دولة الهند 3 أضعاف مساحة مصر. إذا كانت مصر مليون كيلومتر مربع فالهند 3.2 مليون كيلومتر مربع، يعني 3 أضعاف مساحة مصر. طيب الثلاث أضعاف مساحة مصر دول موقعهم الفلكي إيه؟ تعالوا قدامنا كده على الخريطة عشان نحدد بإيدينا إيه دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر في الهند، والهند بتمتد بين دائرتي عرض كام وكام وبين خطي طول كام وكام. برضو إيدينا فيها القلم الرصاص بتاعنا والخريطة بتاعت كتاب المدرسة قدامنا علشان نبدأ نحدد خطوط الطول ودوائر العرض على خريطة الهند. تعالوا كده قدامنا ولو فاتحين الكتاب هنلاقي الخريطة دي جوه كتاب المدرسة. هنلاقي ان دولة الهند بتقع بين دائرتي عرض 8 و35 شمالا. هقف شوية عند 8 و35، يعني طبيعي جدا بتمر في دولة الهند مدار السرطان، وبين خطي طول 68 و97 شرقا، يعني كده الهند تقع شمال في جزء من الشمال الشرقي من العالم. يبقى الهند تقع بين دائرتي عرض 8 35 شمالا وبين خطي طول 68 و97 شرقا. اذا الهند بيمر فيها مدار مهم جدا وهو مدار السرطان. طيب ده كان بالنسبه لموقع دوله الهند. ده الجزء الخاص بالموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طيب تعالوا نروح لتضاريس الهند.
تضاريس الهند احنا اخدنا منها جزء كده بسيط في الترم الاول لما اشرنا لهضبة الدكن، ولما قلنا ان في جبال في قارة اسمها جبال الهيمالايا اللي بتقع على حدود دولة الهند الشمالية. تعالوا نشوف ونقرب اكتر لتضاريس دولة الهند علشان نشوف تفاصيل اكتر عن هذه الدولة. تعالوا كده قدامنا على خريطة التضاريس، هنلاقي ان الهند فيها جبال بتحدها من الشمال وهي جبال الهيمالايا، في سلاسل جبال شرقية وغربية اسمها جبال الغات الشرقية وجبال الغات الغربية، ودي قريبة جدا من السواحل سواء ساحل خليج البنغال أو البحر العربي. كمان في هضبة مهمة جدا بتمتد في نص دولة الهند وهي هضبة الدكن، الهضبة دي هضبة شكل مثلث متقطعة بمجموعة أنهار. في سهول فيضية وساحلية، السهول الفيضية زي سهل نهر الجانج الموجود في الشمال الشرقي، وياريت ايدينا تيجي على سهل نهر الجانج كده عشان نبقى عارفين مكانه. وفي انهار صغيرة بتجري في الهند في الجنوب زي نهر كوفري. يبقى انا خدت فيه كده جبال الهيمالايا، الغات الشرقية والغات الغربية، في نهر كوفري، في نهر الجانج الموجود في الشمال الشرقي. طيب بالنسبة للسهول الساحلية، طبيعي جدا وترجمة حرفية جدا للي احنا اخدناه ان السهول الساحلية بتطل على السواحل يعني خليج البنغال والبحر العربي. طيب السهول دي قدام منها سلاسل جبلية اللي هي سلاسل جبال الغات الشرقية وجبال الغات الغربية، يبقى السهول دي ضيقة ولا واسعة؟ طبيعي جدا السهول دي تبقى ضيقة. السهل اللي بيطل على بحر على خليج البنغال اسمه سهل كروماندل، اما السهل اللي بيطل على البحر العربي فهو سهل ملبار. يبقى ناخد بالنا جدا انه ممكن يجي على الخريطه ويشاور لي بسهم على الخليج البنغال ويحط لي على الساحل المطل عليه ويقول لي ده سهل ايه، يبقى على طول ده سهل كروماندل. اما بالنسبه للسهل الشرقي فهو سهل ملبار. يبقى ناخد بالنا جدا ان ده سهل كروماندل، اما الناحيه الثانيه فهو سهل ملبار. طيب ده كان بالنسبه للتضاريس. طيب المناخ والنبات الطبيعي في الهند ايضا احنا مش بنحفظ، احنا بنفهم. الهند من 8 ل 35 يعني معنى كده وقع في المنطقه المداريه الحاره، صح؟ المنطقه المداريه الحاره ما عدا الاطراف الشماليه معتدله. طيب تعالوا نشوف المناخ ده اثر بشكل عامل ازاي على الهند ودرجات الحراره متوسطها ايه وهل معدل الامطار عالي فيها ولا لا. لو جينا بصينا كده هنلاقي ان درجه الحراره بيزيد متوسطها الحراري عن 30 درجه وبتقل كلما اتجهنا للشمال، طبيعي جدا لان كل ما اتجهت للشمال بقيت في المنطقه المعتدله الدفيئه. الامطار في الهند احنا درسناها الترم الاول هي امطار موسميه غزيره، بالنسبه للجنوب بتزيد بشكل كبير جدا لان كل ما دخلت في الجنوب العمق الجنوبي بقيت في المنطقه المداريه الحاره ذات الامطار الغزيره، لكن كل ما اتجهت للشمال فبدات تكون في المنطقه المعتدله الدفيئه فاذا هتقل الامطار. يبقى هنا انا مش بحفظ خالص يا اولاد، احنا عارفين ان الموقع بيأثر في المناخ. طيب كل ما نزلت في جنوب الهند كل ما كانت درجة الحرارة مرتفعة، ترجمة درجة الحرارة المرتفعة امطار غزيرة لان انا في مناخ موسمي. طيب كل ما اتجهت للشمال كل ما بتجه للشمال درجة الحرارة بتقل ومعاها كمان كمية الامطار بتقل، يبقى هنا في علاقة بين الموقع وكمية الامطار وكمان درجة الحرارة. طيب ترجمة الغاب الإقليم الموسمي أو المناخ الموسمي غابات موسمية، طبيعي جدا برضو دي احنا مش هنحفظها. الهند بدام مناخ موسمي أو إقليم موسمي يبقى على طول غابات موسمية. الغابات الموسمية دي موجودة في الهند بشكل كبير جدا على السواحل الشرقية والغربية، كمان بتنمو بعض حشائش الاستبس على هضبة الدكن. ده كان بالنسبة للمناخ والنبات الطبيعي في دولة الهند. طيب يا ترى سكان الهند، احنا برضو عارفين بعض المعلومات عن سكان الهند، ابرزهم ان هم بيتمركزوا بشكل كبير جدا في دولة الهند لان الهند بتحتل المركز الثاني من حيث عدد السكان في العالم بعد الصين، كمان بيتركزوا في المناطق الساحلية والفيضية والمدن الرئيسية زي نيو دلهي العاصمة وهي كمان ومدينة كمان بومباي. الباراجراف اللي احنا شفناه قدامنا ده برضو مفهوش غير معلومتين جداد، نيو دلهي العاصمة ومدينة بومباي. طيب غير كده احنا درسنا الترم الاول، ازاي درسنا الترم الاول؟ لان احنا عارفين ان السكان بيتمركزوا في المناطق ذات المناخ المعتدل وكمان المدن الكبرى، فطبيعي جدا المناخ المعتدل موجود على السواحل اذا هيتركز سكان الهند على السواحل، هيقلوا بشكل كبير جدا في الوسط لان دي منطقة فيها هضاب زي هضبة الدكن. طيب هيزيد فين كمان السكان؟ برضو ترجمة للي احنا درسناه الترم الاول في المدن الكبرى زي نيو دلهي العاصمة وزي مدينة بومباي. يبقى احنا كده برضو مش
مش بنتطرق ابدا للحفظ، احنا بنترجم معلوماتنا لمجموعه معلومات جديده بندرسها مع كل جمهوريه هندرسها. يبقى السكان تاني دولة في العالم في ارتفاع الكثافة السكانية بعد الصين هي الهند. بيتركز السكان فين؟ بيتركزوا على السواحل سواء شرقية أو غربية، ممكن أقول كمان على السهول الشرقية والسهول الغربية. طيب كمان فين بيتركز السكان؟ بيتركز في المدن الكبرى زي نيودلهي وبومباي. ده كان بالنسبة لسكان الهند. طيب سكان الهند عندهم مشكلة سكانية كبيرة جدا، طبيعي لأن عندهم عدد سكان ضخم جدا. طيب الهند حلت مشكلتها دي ازاي؟ الهند بدأت تهتم بالتعليم ومراكز الأبحاث العلمية، وده خلاها تطور الزراعة والصناعة بشكل كبير جدا. وهنا هقف وقفة كبيرة جدا لأن في درس مستفاد من الأزمة السكانية في دولة الهند وكيفية معالجتها لمشكلتها. الهند عندها مشكلة سكانية؟ اه عندها مشكلة سكانية لأنها بتحتل المركز الثاني من حيث ارتفاع عدد السكان. طيب الهند مواردها أدت ضعفها انها تعاني من مشكلة سكانية، هو العجز بين عدد السكان وبين الموارد المتاحة. طيب الهند فكرت تعمل ده وتحل المشكلة دي ازاي؟ بالتعليم ومراكز البحث العلمي. الهند اهتمت بالتعليم والبحث العلمي فطورت بشكل كبير جدا الزراعة عندها والصناعة، فلما طورت الزراعة وطورت الصناعة بدأ يبقى عندها فائض يسمح بالتصدير. التصدير ده لما تصدر للخارج رجع لها عملات أجنبية صعبة قدرت تحاول تحل بيها المشكلة السكانية ووفرت لسكانها الأمن الغذائي والصناعي. يبقى هنا في درس مستفاد من حل الهند لأزمتها السكانية، هو الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. من غير التعليم ومن غير البحث العلمي ما كانتش هتقدر أبدا الهند تحل المشكلة السكانية. ممكن يجينا سؤال في الجزئية دي، كيف استفادت الهند من المشكلة السكانية وكيف يمكن لمصر أن تستفيد من تلك التجارب العالمية؟ ده كان بالنسبة للسكان. تعالوا نروح للموارد والأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في الهند. طيب الهند عندها موارد؟ اه عندها موارد كتير زراعية ومعدنية، وكمان موجود مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية اللي بيعتمد على سكانها على الأمطار، في بعض الأماكن بيعتمدوا كمان على مياه الأنهار في ري الأراضي الزراعية. طيب الهند بتنتج ايه؟ برضو درسناه الترم الأول، الهند بتنتج حبوب غذائية، محاصيل سكرية ونسيجية وزيتية، كمان زاد إنتاج الهند بكميات كبيرة في السنوات الأخيرة الماضية. طبيعي جدا لان احنا لسه قايلين الهند اهتمت بالتعليم فبقى عندي طفرة كبيرة جدا في الزراعة. طيب الهند عندها ثروة حيوانية ضخمة جدا وبرضو درسناها الترم الاول، عندها عدد كبير جدا من الابقار، لكن الهند مش بتستغل الثروة الحيوانية بالنسبة للابقار بشكل كبير جدا لان هم بيحرموا اكل وذبح اللحوم الابقار نظرا لقدسيتها اللي بتقدسها جماعة الهندوس في الهند. طيب بيعتمدوا على ايه علشان يعوضوا النقص في الانتاج الحيواني؟ بيعتمدوا على الجاموس والاغنام. يبقى الهند عندها مراعي، عندها ابقار لكنها غير مستغله. ليه؟ لان العقيده بتاعتها عقيده هندوسيه، الديانه بتاعتها ديانه هندوسيه، فبتحرم اكل وذبح الابقار. طيب بتعوض ده بايه؟ بتعوض ده بان هي بتربي الجاموس بشكل كبير جدا عشان تستفيد منه وكمان الاغنام. يبقى الهند فعلا عندها ثروه حيوانيه؟ اه عندها بس غير مستغله بشكل كبير. طيب الثروه السمكيه، لو جينا كده بصينا الهند شبه جزيرة أصلا، يعني بتحيط بيها المياه من ثلاث اتجاهات، فيها محيطات، فيها خلجان مهمة، كمان فيها أنهار، عشان كده تعد الهند من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك في العالم. طيب هل الثروة المعدنية اللي موجودة عند الهند تأهلها إنها تبقى دولة متقدمة؟ الهند فيها ثروة معدنية ومصادر طاقة كبيرة جدا. الفحم هي ثالث دولة في العالم بتنتج فحم، عندها مناجم كتير جدا ليه في هضبة الدجن، وهو كمان أساس الصناعة بشكل كبير جدا خاصة صناعة الحديد والصلب. طيب الهند عندها بترول؟ لا الهند ما عندهاش بترول، عشان كده بدأت تولد طاقة تانية جديدة من الطاقة النووية والطاقة الكهربائية. يبقى تفتقر الهند للبترول بشكل كبير جدا. طيب هتحل المشكلة دي ازاي عشان يبقى عندها مصدر من مصادر الطاقة؟ بدأت تفكر ازاي تولد طاقة نووية وطاقة كهربائية عشان تحل المشكلة والأزمة الكبيرة اللي عند الهند في انتاج البترول. يبقى الهند من دول العالم اللي بتفتقر الى البترول. طيب الصناعة في الهند، الهند عندها موارد اقتصادية وعندها زراعة بشكل كبير جدا، يبقى اكيد هيبقى عندها قفزات صناعية كبيرة جدا في السنوات القليلة الماضية، وده علشان عندها وفرة مقومات الصناعة. اهم الصناعات الموجودة هناك هي صناعات السيارات والالكترونيات والالات والمنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية. ده خلى الهند بتحتل مركز مهم جدا في الدول النامية. بأكد
الهند بتحتل مركز مهم جدا في الدول النامية. واحد يقول لي ازاي بقى؟ انت عماله تقولي لنا استخدمت العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعندها صناعة سيارات، ازاي بتقولي لي ان هي دولة نامية؟ انتوا عارفين احنا بنصنف الدول النامية ازاي؟ احنا بنصنف الدول النامية على معدلات الدخل القومي ومستوى معيشة الفرد اللي فيها. طيب الهند احنا لسه قايلين ان هي بتاخد مركز تاني من حيث عدد السكان، واكدنا على الكلام ده وقلنا ان عندها مشكلة سكانية كبيرة جدا. طب هي حلت المشكلة دي؟ اه بتحاول تحلها بانها بتطور التعليم والبحث العلمي. طب حلت المشكلة؟ اه حلتها، بس الهند لسه في طرها للنمو. يعني ما اقدرش اقول عليها ان هي دولة زي المانيا، لان الدولة زي المانيا مثلا قدرت تحدد عدد السكان عندها، قدرت تثبت معدلات المواليد، لكن الهند مش قادرة تعمل ده. بس قدام الطفرة الكبيرة في عدد المواليد، الهند بتحاول تعمل طفرات تعليمية أعلى علشان تقدر تسابق الفترة المشكلة أو تحل المشكلة السكانية اللي عندها. يبقى الهند برغم إن عندها تطور كبير جدا واهتمام بالتعليم والبحث العلمي، فهي من الدول النامية. تخيلوا بقى لو ما كانتش بتعمل كده، تخيلوا لو ما كانتش بتهتم بالتعليم ولا مراكز البحث العلمي، كانت هتبقى من اكتر دول العالم اللي تحت خط الفقر، لان عندها عدد سكان كبير جدا وعندها مشكله اقتصاديه وبالتالي مشكله سكانيه. لكن الهند قدرت تخلي نفسها موجوده في الدول الناميه، يعني الدول اللي بيحصل لها عمليه نمو اقتصادي، علشان تقدر تحد من المشكله السكانيه اللي عندها. يبقى مش معنى ان انا عندي صناعات قويه وصناعات حديثه وصناعات تكنولوجيه ان انا دوله متقدمه، لا، انا هند او الهند هي دوله ناميه لان لسه عندها مشكله سكانيه. طب تفتكروا امتى اقول ان الهند دي مش دوله ناميه؟ وامتى احط الهند مع المانيا والولايات المتحده الامريكيه؟ احط الهند مع المانيا والولايات المتحده الامريكيه لما الهند تعمل ثبات في معدلات نمو السكان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تقول ان انا معدلات النمو السكاني بتاعتي ثابته فما بتزيدش، لما ما بتزيدش انا بحاول اعلي شويه التعليم والبحث العلمي، فالتعليم والبحث العلمي يبقى اعلى من المشكله السكانيه، يبقى في رفاهيه في المجتمع. لكن طول ما الاثنين بيجروا مع بعض في نفس الطريق في نفس التراك، هنا هيبقى في مشكله سكانيه عند الهند. دي باكد عليها ليه؟ علشان ولادنا يفهموا مش معنى ان انا بعمل تطور وبعمل طفره اقتصاديه ان انا دولة متقدمة، لا، انا في حاجة بتكلبشني، في حاجة مأيداني اسمها عدد السكان الكبير اللي بينمو. مع عدد السكان الكبير اللي بينمو هو عايز احتياجاته، مأكل ومشرب وملبس وتعليم وصحة، كل دي نفقات بتديها الدولة للمواطن. تخيلوا لو انا بقى عدد سكاني مش كتير، النفقات دي هتروح لخدمة السكان بشكل فيه رفاهية، فهنا هقدر اقول ان الدوله دي دوله متقدمه. وده اللي بيحصل في دول العالم المتقدم زي المانيا والولايات المتحده الامريكيه اللي هندرسها برضو معانا الترم ده. طيب تعالوا نروح نكمل الهند ونشوف اهم المدن اللي موجوده في الهند. على الخريطه اللي قدامنا هنلاقي انه اهم المدن اللي موجوده في الهند مدينه نيودلهي، ودي العاصمه، احمد اباد، حيدر اباد، وفي كمان دول مهمه جدا زي مدينه مهمه جدا زي مدينه بومباي. تعالوا نروح للعاصمة. نيودلهي العاصمة السياسية للهند، فيها مراكز بحثية وفيها مراكز صناعية وفيها معالم تاريخية مهمة، بالإضافة إن فيها جامعات مهمة جدا، عشان كده تعد من أهم دول من أهم مدن دولة الهند نيودلهي. بومباي هي أهم مدن الساحل الغربي، وهي فيها أكبر المواني وكمان فيها أكبر المدن الصناعية. بالنسبة لحيدرآباد، دي موجودة في هضبة الدكن، وهي أكبر مراكز الصناعات اليدوية الموجودة في الهند، وفيها مراكز إسلامية كبيرة وعديدة. ده بالنسبة لأهم المدن. طيب العلاقات المصرية الهندية، احنا علاقاتنا بالهند علاقات طويلة جدا وبتشهد تطور كبير جدا في مختلف المجالات، وخاصة في السنوات القليلة الماضية. الهند فيه علاقات سياسية واقتصادية. طيب تعالوا نشوف العلاقات السياسية، في تبادل سياسي، لكن العلاقات الاقتصادية هي عملية استيراد وتصدير، أنا بدي الهند إيه وباخد منها إيه. تعالوا نشوف كده قدامنا، هنلاقي فيه صادرات للهند وفي واردات. مصر بتصدر للهند القطن والأسمدة الخام والجلود والفوسفات. مصر بقى بتاخد من الهند إيه؟ بتاخد منها غزل القطن، بتاخد منها السمسم والشاي والتوابل وقطع غيار ووسائل النقل. دي كانت أهم العلاقات المصرية الهندية. شفنا العلاقات دي علاقات متطورة جدا على كل الأصعدة، سياسية اقتصادية ثقافية وكمان علمية، وشفنا حركة الاستيراد والتصدير الموجودة في دولة الهند. كده احنا تعرفنا على دولة الهند، الدولة اللي بيدرسها كتير من ولادنا في المحافظات المصرية، لأن احنا عارفين ان الوحدة التانية دي احنا بندرس فيها 3 دول بس،
من ال5 دول، فكل محافظه هتبقى عارفه ايه الدوله المقرره عليها وبتبدا تدرس. احنا عندنا زي ما قلت لكم كل محافظه ليها 3 دول، فالناس اللي هتدرس الهند يبقى احنا كده غطينا لها الجزء الخاص بالهند. تعالوا نروح لدوله تانية من دول العالم النامي، وهي دوله نيجيريا. دولة نيجيريا من الدول النامية اللي برضو ليها جزء كبير جدا في فكرة انها بتحاول تستغل مواردها، عشان كده برضو احنا بندرس الدول دي عشان نعرف ايه الجزء اللي تميزت فيه وايه الجزء اللي اخفقت فيه عشان نستفيد منها بشكل كبير جدا. دولة نيجيريا هي احد دول القارة الافريقية اللي احنا بننتمي اليها. تعالوا كده نبص على الخريطة اللي قدامنا، هنلاقيها واقعة في جزء مهم جدا من افريقيا. هي احد دول غرب افريقيا، استقلت عن بريطانيا سنة 1960 واصبحت دولة اتحادية بتضم 12 ولاية. اتقسمت الولايات دول يا ولاد على حسب القبائل اللي موجودة فيها، يعني كل قبيلة بقت ولاية منفصلة بذاتها، لكن كلها تحت جمهورية نيجيريا الاتحادية. بدأت القبائل دي تتحد مع بعض وتكون دولة نيجيريا الاتحادية. طيب الموقع الفلكي لدولة نيجيريا، هنلاقي ان نيجيريا بتمتد بين دائرتي عرض 10 و4 و10 شمالا. 4 و10 شمالا يعني هي كده قريبة جدا من المنطقة الاستوائية، يبقى دولة نيجيريا بتمتد بين دائرتي عرض 4 و14 شمالا وبين خطي طول 2.5 و14.5، يعني كده فيها 12 خط طول و10 دوائر عرض. يبقى 4 و14، 10 دوائر عرض و12 خط طول. يبقى دولة نيجيريا بتمتد بين دائرتي عرض 4 و14 وبين خطي طول 2.5 و14.5، يعني كده فيها حوالي 2.5 و14.5، يعني فيها 12 خط طول. ده بالنسبة لدولة نيجيريا. يبقى دولة نيجيريا موقعها الفلكي زي ما شفنا كده على الخريطة. طيب بالنسبة للموقع الجغرافي لدولة نيجيريا، هنلاقي ان بيحدها من الشمال النيجر، ومن الغرب دولة بنين، ومن الشرق دولة تشاد، وفي دولة كمان الكاميرون من الشرق. مساحة نيجيريا قريبة شوية من مساحة مصر، فهنلاقيها 924,000 كيلومتر مربع. أكدت عليكم ان مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. يبقى الموقع الجغرافي لنيجيريا من الشمال النيجر، ومن الغرب دولة بنين، ومن الشرق دولة تشاد والكاميرون. طيب بالنسبة لتضاريس دولة نيجيريا، هنلاقي ان من ضمن الهضاب المهمة جدا الموجودة في نيجيريا هي هضبة جوس، ودي هضبة مرتفعة جدا عن سطح البحر، تبلغ ارتفاعها حوالي 1700 متر، وتقع كمان فيها بعض السهول الشمالية. طيب بالنسبة للتلال، التلال في نيجيريا بتميزها لانها اراضي مرتفعه بتزيد ارتفاعها عن السهول، وبترتفع كلما اتجهنا للشمال الغربي. يعني كل ما رحت للمنطقه الشماليه الغربيه هلاقي التلال بترتفع بشكل كبير جدا في دوله نيجيريا. طيب بالنسبه للسهول، السهول في نيجيريا زي كل السهول في العالم، سهول ساحليه وسهول فيضيه. السهول الساحليه سهول منخفضه زي سهل خليج غينيا، وده بينتهي فيه عند دلتا نهر النيجر زي ما احنا شايفين على الخريطه قدامنا. وكمان في سهول فيضية كونتها الأنهار موجودة في الشمال، بيجري فيها نهر مهم جدا اسمه نهر النيجر، وده بيعتمد على الري والزراعة في نيجيريا بشكل كبير جدا عليه. طيب بالنسبة للمناخ والنبات الطبيعي في دولة نيجيريا، تعالوا كده نفكر، هي نيجيريا دي بتقع بين كام دائرة عرض؟ من 4 ل 14، 10 دوائر عرض. ال 4 ل 14 دول المناخ بتاعها يخليه ايه؟ كل ما قربت للمنطقة الاستوائية كل ما كانت المنطقة دي بتتميز بارتفاع درجة الحرارة وغزارة الأمطار. إذا المنطقة دي منطقة حارة جدا لأن مناخها قريب من المناخ الاستوائي، ما عدا الأطراف الشمالية منها أطراف مدارية. تعالوا كده نبص على المشهد اللي قدامنا، ده هو شكل الحياة في دولة نيجيريا. نيجيريا زي ما قلت لكم تقع ضمن الاقليم المداري الممطر، امطارها صيفيه مع سقوط امطار بشكل كبير جدا طول العام على الاجزاء الجنوبيه لاننا قربت المنطقه الاستوائيه. الغابات الاستوائيه بتغطي اجزاء كبيره جدا سواء من الجنوب او غابات مداريه في الشمال. حشائش سافانا، كل ما تدرجت في الشمال كل ما ظهرت عندي حشائش سافانا. طيب هنا بقى هقف وقفه كبيره جدا عند نيجيريا والنبات الطبيعي. تخيلوا معايا كده ان نيجيريا عبارة عن منطقة بتبدأ من الغابات الاستوائية في الجنوب، توصل لمدارية، توصل لحشائش سافانا. ايه اللي خلى التدرج في الحياة النباتية في نيجيريا بالشكل ده؟ اللي خلى فيه تدرج في الحياة النباتية في نيجيريا بالشكل اللي احنا شفناه ده هي كمية الامطار.
كل ما اتجهت للجنوب كل ما دخلت في المنطقة الاستوائية اللي هي ذات الأمطار الغزيرة طوال العام. طيب طلعت فوق شوية، يعني عديت دايرة الأربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، كل ما طلعت كده كل ما وصلت للمنطقة المدارية، فبدأت أعدي المنطقة اللي بتتميز بدرجة الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة اللي هي الاستوائية، وأروح شوية لدرجة حرارة مرتفعة وأمطار صيفية، فطبيعي الحياة النباتية هتتغير. طيب وصلت للشمال، عديت بقى، لا وصلت لدايرة عرض 14، وصلت لدايرة عرض 14، إذا أنا دخلت هنا في الحشائش الحارة اللي اسمها سافانا. يبقى الحياة النباتية في دولة نيجيريا بتتدرج حسب كمية المطر. اثبت صحة العبارة الجغرافية الآتية: تتدرج الحياة النباتية في دولة نيجيريا طبقا لدرجات الحرارة. لأن كلما اتجهنا للجنوب كلما ارتفعت درجة الحرارة وارتفعت كمية الأبوك أو بدأت الأمطار غزيرة، فأنا كده في المنطقة الاستوائية. كل ما اتجهت للشمال كل ما قلت كمية الأمطار ودرجة الحرارة، فإذا أنا وصلت للمنطقة المدارية ثم حشائش السافانا. ده كان بالنسبة للحياة النباتية في دولة نيجيريا. تعالوا نروح لسكان نيجيريا. ايه اللي بيميز سكان نيجيريا؟ سكان نيجيريا عددهم سنة 2014 كان بيبلغ 178 مليون نسمة، رقم ضخم جدا 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 على مساحة هذه الدولة ومواردها الاقتصادية المحدودة. عشان كده بتعد من أكبر دول قارة أفريقيا في عدد السكان. بيتركز السكان في نيجيريا ناحية الغرب وكمان في السهول الشمالية. هضبة جوز فيها أراضي زراعية وفيها مراعي وفيها مناطق تعدين، فهنلاقي فيها تركز سكاني كبير، لكن بيقل السكان كل ما اتجهنا للجنوب نحو دلتا نهر النيجر، وده بسبب كثافة الغابات والظروف المناخية القاسية. يبقى كده احنا لو حبينا ندرج السكان هنلاقيهم الغرب وبعد كده هضبة جوز وبعد كده بيقل السكان بشكل كبير جدا في الجنوب نظرا لطبيعة المناخ القاسية في هذه المنطقة. يبقى ناخد بالنا ان دايما وجود السكان مرتبط بالموارد الاقتصادية وبدرجة الحرارة المعتدلة. بيقل السكان لو قلت الموارد الاقتصادية وارتفعت درجة الحرارة وبقت المناخ أكثر قساوة. ده كان بالنسبة للسكان في نيجيريا اللي عددهم كبير جدا زي ما شفنا. طيب الموارد الاقتصادية الموجودة في نيجيريا، هل نيجيريا بتهتم بمواردها الاقتصادية عشان تحاول تكفي حاجة السكان؟ هنلاقي ان التنوع الحياة الاقتصادية في نيجيريا والموارد الاقتصادية من زراعية وغابية وكمان ثروة معدنية وعندها كمان بترول، لدرجة ان اقتصاد نيجيريا هو اقتصاد دولة نامية لكن بيعتمد في المقام الاول على الزراعة. طيب شكل الزراعة في نيجيريا اقدر اقول عليها زراعة علمية تجارية واسعة؟ بالتأكيد لا، لان نيجيريا من الدول الافريقية النامية اللي بتحاول تراعي مستوى معدلات النمو الاقتصادي في سكانها. الزراعة عندها لسه زراعة بسيطة او هنعلى شوية ونخليها زراعة كثيفة، لكن لم تصل الزراعة في نيجيريا الى مستوى التقدم العلمي التكنولوجي اللي بنسميه الزراعة العلمية التجارية الواسعة. عشان كده هي بتحاول تكفي حاجة السكان المحليين، فهنلاقي ان الزراعة فيها هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في دولة نيجيريا. طيب عندها ايه كمان؟ اكتر من نص اراضي نيجيريا تصلح للزراعة والرعي، لكن المستغل بالفعل ما بيتجاوزش 15% من مساحة نيجيريا. الإقليم الغربي ده من أهم المناطق اللي موجودة في نيجيريا فيها إنتاج زراعي بشكل كبير جدا، يبقى هنا الزراعة موجودة في الغرب بشكل كبير جدا. طيب الغابات في نيجيريا بتغطي تلت تقريبا مساحة نيجيريا، وهي مصدر مهم جدا من مصادر الحصول على الأخشاب، عشان كده بنقول عندها اقتصاد غابي. ممكن هنا على فكرة يجي لنا سؤال مهارات تفكير عليا يجي يقول لك برهن الاقتصاد في نيجيريا اقتصاد غابي، واحد يقول لي احنا اول مره نسمع الكلمه دي. لا انت ما سمعتهاش قبل كده بس درستها. لما عرفت ان التلت مساحه نيجيريا غابات والتلت ده بتستغله في صناعه الاخشاب، فبالتالي الاقتصاد هنا اقتصاد غابي، يعني قايم على الغابات اللي بتعد مصدر مهم جدا من مصادر الحصول على الاخشاب في دوله نيجيريا. يبقى ناخد بالنا انه الكلمات اللي ممكن تقع اول مرة على ودننا هي كلمات احنا درسناها بس احنا ما عدش علينا سؤال قبل كده، فبالتالي الكلمة غريبة. الاقتصاد الغابي هو الاقتصاد اللي قايم على حرفة قطع اشجار الغابات اللي بستخدمه في دولة نيجيريا بشكل كبير جدا في صناعة الاخشاب والاثاث. ده بالنسبة للاقتصاد الغابي. تعالوا نشوف اهم المحاصيل الموجودة في نيجيريا.
من السلايد اللي قدامنا هنلاقي ان في الجنوب بيزرعوا مطاط، وهي اول دولة افريقية بتزرع مطاط. كمان بيزرعوا الرز في دلتا نهر النيجر. الرز دايما يا ولاد مرتبط بوجود المياه الخاصة بمياه مياه الانهار، فدايما نربط الارز بدلتوات الانهار. كمان بتحتل المركز الثاني بعد مصر في انتاجه. بيزرع كمان في الوسط والشمال الذرة الشامية والذرة الرفيعة والكاكاو والفول السوداني ونخيل الزيت. ده بالنسبة لنيجيريا واهم المحاصيل الموجودة هناك. طيب عندهم حاجة تانية في نيجيريا، يعني ممكن نلاقي عندهم اقتصاد تاني. في نيجيريا عندها اقتصاد رعوي وصيد اسماك. طيب الاقتصاد الرعوي طبيعي جدا ان الرعي مرتبط بالمراعي الطبيعية، يبقى اكيد في نيجيريا في مراعي طبيعية كتيرة جدا، لان احنا لسه قايلين ان عندها حشائش سافانا. يبقى توجد في نيجيريا اعداد كبيرة جدا 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 من الاغنام والابقار والماعز، لانها عندها حشائش سافانا غنية، وكمان بتنتج كميات كبيرة جدا من الاسماك على ساحل غينيا وفيها انهار وبحيرات داخلية، فبالتالي الانتاج السمكي عندها كبير. كل ده مهم علشان يحاول يسد العجز في مواردها الاقتصادية. طب عندها ثروة معدنية ومصادر طاقة. نيجيريا عندها ثروة معدنية ومصادر طاقة ضخمة جدا. عندها قصدير بيستخرج من هضبة جوز، ناخد بالنا قوي من النقطتين دول. عندها قصدير بنطلعه منين؟ من هضبة جوز. عندها فحم من المنطقة الشمالية. نيجيريا عندها بترول بشكل كبير جدا، وعندها 3% من الإنتاج العالمي، وبيستخرج البترول من المنطقة القريبة من الساحل الجنوبي الشرقي. هنا نيجيريا عكس الهند. الهند ما كانش عندها بترول، لكن نيجيريا عندها 3% من البترول العالمي، من الانتاج البترول العالمي. يعني ده رقم ضخم جدا. فمعنى كده ان اقتصادها قايم على مصادر الطاقة بشكل كبير جدا، زائد المعادن اللي درسناها. طيب واحد يجي يقول لي هنا انا ممكن اتسأل في الامتحان هو ايه بيتم استخراجه من ايه؟ طبعا، لان ممكن يقول لك يستخرج القصدير من نيجيريا من هضبة، ويحط لك اختيارات، او بلاش كلمة هضبة ويحط لك اختيارات، هضبة جوس مثلا، ممكن يحط لك دلتا نهر النيجر، ممكن يحط المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية وهكذا. يبقى ناخد بالنا ان كل معدن من دول او كل مصدر طاقة من دول بيتم استخراجه منين، لان ده سؤال مهم جدا ممكن يجي في الامتحان في صورة اختر او صح وغلط. طيب كمان ده خلى الانتاج الصناعي عند نيجيريا يتسم بالتطور. عندها موارد، تفتكروا عندها صناعة؟ هي بتحاول تتطور، لكن الصناعة في نيجيريا ما زالت صناعة نامية، صناعة ليست متقدمة، برغم امتلاكها من الثروة المعدنية والزراعية للبترول. كل ده مفروض مع أي دولة يخليها دولة صناعية متقدمة جدا، إلا أن الصناعات الموجودة هناك كلها صناعات بسيطة زي الغزل والنسيج، تكرير البترول، صناعات كيماوية وبعض الصناعات الغذائية. هنا لازم نقف ونعمل نقد لنيجيريا في الاتجاه ده. نيجيريا هنا ناقصها ايه علشان تتحول لدولة متقدمة؟ احنا شفنا انها عندها موارد، بس الموارد دي مستغلة. يعني هي قدرت مثلا تستخدم البترول وتصدره للخارج بشكل كبير جدا، او تستخدمه في صناعات متطورة؟ لا، نيجيريا ما عملتش كده. نيجيريا طلعت البترول وطلعت منه مشتقاته وصدرته في صورة مادة خام. طب وبعدين نيجيريا هتعمل ايه علشان تبدأ تبقى دولة متقدمة وتخدم عدد سكانها الكبير ده؟ تستفيد من تجربة الهند. ازاي تستفيد من تجربة الهند؟ العلم والبحث العلمي. يبقى العلم والبحث العلمي لو تم تطبيقهم في نيجيريا، هتتحول نيجيريا الى دولة صناعية كبرى في قارة افريقيا. ليه؟ لانها بتمتلك الثروة المعدنية، بتمتلك الثروة اللي اهم من المعدنية ومصادر الطاقة، وهي الثروة البشرية. انا قلت لكم انها من اكبر دول العالم في عدد السكان، عندها عدد سكان كبير جدا. لو انا علمت الناس دي وبدات يبقى في ابحاث علميه تتطبق بشكل كبير جدا على الزراعه والصناعه عشان تطور الانتاج الزراعي والصناعي زي ما الهند عملت، هتتحول نيجيريا لدوله متقدمه، او على الاقل هتبقى دوله ناميه في طور التقدم. فهنا نقطه مهمه جدا يا اولاد، انا بدرس الدول دي وباكد عليها علشان استفيد من تجاربها. الهند زي ما استفدنا من تجربتها في الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، لازم اطبق ده على بقيه الدول الناميه. نيجيريا مش اقل ابدا من اي دوله في العالم عشان تهتم بالتعليم والبحث العلمي، علشان تبدا تطور اقتصادها المعتمد بشكل كبير جدا على الزراعه والرعي. لكن انا عايزه اخلي نيجيريا بتعتمد على الصناعه بشكل كبير. يبقى برغم ان نيجيريا عندها ثروه بشريه وعندها ثروه معدنيه وعندها مصادر طاقه، الا ان الصناعه عندها صناعه بسيطه. يعني ايه صناعه بسيطه؟ زي غزل ونسيج، زي تكرير بترول، زي صناعات كيماويه، ما تطورتش ابدا ووصلت للسيارات زي ما شفنا في الهند. فبالتالي الاقتصاد في نيجيريا اقتصاد نامي. تعالوا نشوف اهم المدن النيجيريه. ابوجا دي العاصمه، وهي مدينه داخليه جديده
لاجوس دي العاصمة القديمة وأكبر المدن النيجيرية، وكانت عندها مشكلة سكانية كبيرة جدا لأن كل السكان كانوا تقريبا عايشين في لاجوس، إلا أن الدولة بدأت تفكر لا إحنا عايزين نعمل تخلخل في السكان، فهنخلي في عاصمة جديدة اللي هي أبوجا بدل من لاجوس علشان تحاول تحل الأزمة السكانية اللي هناك، لكن هي العاصمة الاقتصادية ما زالت. في كمان إيبيدان، ودي بتاخد المركز الثاني بعد لاجوس لأنها مركز مهم جدا للتجارة والتعليم والمواصلات في دولة نيجيريا. طيب العلاقات المصرية النيجيرية هي علاقات قوية جدا بين البلدين، مصر بتصدر لنيجيريا الأسمدة والمعدات الثقيلة والأسلاك النحاسية والإطارات والمحولات الكهربائية ومواسير الألومنيوم، لكن مصر بتستورد من نيجيريا فقط الحبوب الزيتية. هنا أنا حابة أقف عند نقطة مهمة جدا، المطاط مش بنعمل منه إطارات السيارات وده درسناه؟ طب تعالوا كده نرجع للي احنا أخدناه، أول دولة إفريقية بتنتج مطاط هي نيجيريا، لكن مصر بتصدر لنيجيريا ايه؟ اطارات السيارات. ايه ده؟ طب يعني هي نيجيريا لو قدرت تصنع المطاط ده هي مش هتستورد من مصر ده. فبالتالي هنا زي ما قلت لكم احنا بندرس الدول دي عشان نستفيد من تجاربها ونشوف انا اقدر استخدم العلم في ايه واوظفه بشكل كبير جدا عشان اخدم اقتصاد دولتي. دي كانت العلاقات المصريه النيجيريه. يبقى كده احنا في نيجيريا درسنا موقع جغرافي وموقع فلكي، درسنا أنشطة اقتصادية، درسنا سكان، درسنا كمان العلاقات المصرية النيجيرية، وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بنيجيريا. تعالوا نروح لدولة تانية وهي دولة البرازيل، نشوف البرازيل هل هي من الدول النامية ولا الدول المتقدمة، هل البرازيل ليها تجارب نقدر نستفيد منها ولا لأ، وبأكد تاني ان مش الخمس دول مقررين علينا، لأ انا عندي في ثلاث دول فقط، كل محافظة ليها ثلاث دول بتدرسها علشان تغطي محتوى الوحدة التانية. يبقى كده درسنا الهند ونيجيريا، الناس اللي بتاخد الهند ونيجيريا، يبقى كده احنا خلصنا الجزء الخاص بيها، فاضل لها دولة. تعالوا نشوف الدولة رقم ثلاثة في الوحدة التانية وهي دولة البرازيل. البرازيل الاتحادية هي أحد دول قارة أمريكا الجنوبية. طيب دولة نامية ولا متقدمة؟ دولة نامية بتحاول تروح لركب التقدم والتطور علشان تواكب عدد السكان اللي موجود فيها. تعالوا نروح للبرازيل ونشوف مساحتها وموقعها الفلكي وموقعها الجغرافي. البرازيل هي أحد أهم دول قارة أمريكا الجنوبية، مساحتها 8 أضعاف مساحة مصر تقريبا، 8.5 مليون كيلومتر مربع، يعني تقريبا كمان نص مساحة قارة أمريكا الجنوبية. يبقى نص مساحة قارة أمريكا الجنوبية دولة اسمها دولة البرازيل. الموقع الفلكي لهذه الدولة، تمتد الدولة دي بين دائرتي عرض 5 و33 جنوبا، يبقى 5 شمالا و33 جنوبا، يعني كده فيها 38 دائرة عرض. كده بيمر فيها دائرتين عرض رئيسيتين، ايه وايه؟ عندي في دائرة الاستواء ومدار الجاذبية. ناخد بالنا قوي من النقط المهمة دي لانها ممكن تجينا في اكمل او صح وغلط. يبقى في دائرتين عرض رئيسيتين بيمروا في دولة البرازيل، مدار الجدي في الجنوب ودائرة الاستواء في الشمال، لان بحكم موقعها من 5 شمالا لحد 33 جنوبا، يعني 5 شمال دائرة الاستواء وبعد كده عدت على دائرة الصفر اللي هي دائرة الاستواء وبعدين عدت تاني، ف 5 و33 يعني فيها 38 دائرة عرض. او بالمناسبة اتسألت اسئلة كتير جدا، هل دوائر العرض وخطوط الطول دي ارقام وما ينفعش نتسأل عليها في الامتحان؟ احنا قلنا دي احداثيات وممكن نتسأل عليها في الامتحان بشكل غير مباشر، مش هاجي اقول لك اكمل تقع دولة البرازيل بين دائرتي عرض كام وكام، لكن اجي اسألك واقول لك من دوائر العرض الرئيسية التي تمر في دولة البرازيل هي دائرة نقط ونقط، يبقى هنا لازم اعرف الموقع الفلكي عشان اعرف دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر في هذه الدولة. اما بالنسبة لخطوط الطول فهنلاقي ان خطوط الطول اللي بتمر في دولة البرازيل زي ما احنا شايفين على الشاشة 35 و74 غربا، يعني كده فيها حوالي 39 خط طول. ده كان بالنسبة لموقع الفلكي. طيب الموقع الجغرافي بقى، هنلاقي فيه مجموعة دول كبيرة جدا كتير بتمر في حدود دولة البرازيل. لو جينا بصينا على الشمال هنلاقي فيه جيانا، سورينام وجويانا، وفنزويلا وكولومبيا، ده بالنسبة للشمال. جيانا، سورينام، جيانا، فنزويلا وكولومبيا، دي بالترتيب يا ولاد، ولو ايدينا معانا على الخريطة فهنلاقي ان قلمنا كده هيروح لجيانا، سورينام، جيانا، فنزويلا وكولومبيا. يبقى انا امشي بايديا كده علشان اعرف حدود دولة البرازيل.
تعالوا نروح للخريطة بتاعتنا علشان كمان نوضح عليها بقية الحدود. هنلاقي في الغرب والجنوب في بيرو وبوليفيا وباراغواي وأراغواي والأرجنتين، دي من حدود أو الموقع الجغرافي لدولة البرازيل. من الشرق والشمال الشرقي في المحيط الأطلنطي، يعني كده الحد الشرقي والشمال الشرقي كله هو حد ساحلي، ده بالنسبة للموقع الجغرافي. يبقى الموقع الجغرافي لدولة البرازيل هنلاقي الجزء الشرقي كله حد بحري، بينما الجزء الغربي كله حدود سياسية. يبقى ده ممكن يجي يقول لنا الحدود السياسية لدولة البرازيل تقع في الجانب الشرقي ولا الغربي؟ يبقى على طول نروح للغربي. أما بالنسبة للشرق بتاع البرازيل فهي كلها حدود بحرية، وده سؤال مهارات تفكير عليا ممكن نتسأل عليه في الامتحان بشكل من الأشكال، إزاي يقولك يحد أو الحد البحري لدولة البرازيل يقع في الجانب نقط، يبقى الحد البحري على طول يقع في الجانب الشرقي، أما الحد السياسي يقع في الجانب الغربي من دولة البرازيل. يبقى البرازيل شمالها وغربها وجنوبها الغربي دي حدود سياسية، أما بالنسبة لشمالها وشرقها كله دي حدود بحرية لأنها بتتفق مع المحيط الأطلنطي، ودي زي ما قلت لكم من أسئلة مهارة التفكير العليا. تعالوا نروح لتضاريس البرازيل اللي هي مش جديدة أبدا علينا لأن احنا درسنا قارة أمريكا الجنوبية. الهضاب في البرازيل بيسود المظهر الهضبي دولة البرازيل لأنها على جزء كبير جدا من هضبة البرازيل، والجنوب والشرق كله على هذه الهضبة. أما بالنسبة للسهول ففيها سهول فيضية زي سهل نهر الأمازون، وفيها سهول ساحلية بتطل على ساحل المحيط الأطلنطي، وده بتتسم بالضيق بشكل كبير جدا نظرا لاقتراب حافات الهضاب من هذه السواحل. طيب بالنسبة لمناخ البرازيل، طبعا احنا بنقول ان الموقع الفلكي مراية للمناخ. يعني ايه الموقع الفلكي مراية للمناخ؟ يعني كانت البرازيل من 5 شمالا ل 33 جنوبا، على طول كده نترجم هي واقعة في المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية الحارة ما عدا الاطراف الجنوبية في المعتدلة الدافئة. احنا برضو مش بنحفظ، احنا بنترجم. فلو جينا بصينا كده على مناخ البرازيل من الصورة اللي قدامنا هنلاقي ان البرازيل موقعها الفلكي ادى لوقوع معظم اجزائها في المنطقة المدارية والمنطقة الاستوائية. طيب المناخ الاستوائي اللي هو بيتميز بوقوعه في شمال دولة البرازيل هنلاقيه بيتميز بدرجة الحرارة المرتفعة طوال العام. موجود فين؟ موجود في حوض نهر الأمازون والسهل الساحلي الشمالي، وده شكل الغابة الاستوائية الموجودة في البرازيل. بالمناسبة يا أولاد البرازيل بيسموها رئة العالم. ليه رئة العالم؟ لأن فيها أكبر غابات في العالم استوائية ومدارية، فبالتالي هي المكان اللي بينظف العالم كله من ثاني أكسيد الكربون وبيبدأ يدي أكسجين بشكل كبير جدا. فعشان كده المظهر الغابي اللي موجود في البرازيل دي نعمة كبيرة جدا من نعم ربنا على البرازيل، لأنها زي ما قلت لكم بتسمى برئة العالم. تعالوا نشوف بقية مناخ البرازيل. البرازيل مناخها الاستوائي خلى درجة حرارتها شديدة طوال العام، خاصة في حوض نهر الأمازون والسهل الشمالي الساحلي الشمالي طبعا. أما بالنسبة للمناخ المداري فهو موجود في السهول الشرقية وهضبة البرازيل. طيب المناخ هناك كمان مناخ رطب في الأجزاء الجنوبية الشرقية. هناك كل ما رحت للمنطقة الجنوبية الشرقية كل ما بقيت في المناخ المعتدل الرطب. الغابات هناك غابات استوائية في حوض نهر الأمازون لأنها أكبر غابة في العالم، زي ما قلت لكم كده هي رئة العالم. فيها كمان حشائش سافان فوق هضبة البرازيل بشكل كبير جدا واستغل كمراعي طبيعية. في حشائش معتدلة في الأطراف الجنوبية طبيعي جدا، وزي ما قلت لكم دي مراية الموقع الفلكي. بالنسبة لسكان البرازيل، البرازيل عبارة عن خليط من سكان مختلفة الأجناس. يعني ايه؟ يعني فيها سكان اصليين وفيها مهاجرين. مين السكان الاصليين للبرازيل اللي احنا درسناه برضو الترم الاول؟ هما الهنود الحمر. يبقى السكان الاصليين للبرازيل هما الهنود الحمر بالاضافة لبعض السلالات القوقازية والزنجية. القوقازية طبعا الناس اللي جم واكتشفوا القارة، والزنوج زي ما قلناهم في الترم الاول اللي تم جلبهم كعبيد للعمل في مزارع البيض. ده شكل سكان البرازيل دلوقتي في مجموعة من الأجناس المختلفة زي ما قلنا، عناصر إفريقية ذات أصول زنجية وعناصر أوروبية ذات أصول قوقازية. عدد سكان البرازيل هو 203 مليون نسمة، يعني تقريبا عدد سكان مصر مرتين، نصف سكان القارة من دولة البرازيل.
بالإضافة لأن البرازيل من الدول اللي بتعاني من قلة في عدد السكان. واحد يقول لي إيه ده، إزاي قلة في عدد السكان؟ أنا أقول لك إزاي قلة، لأنها عندها مساحات كبيرة جدا غير مستغلة، معظم مساحتها واقعة في المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية الحارة، فبالتالي عدد السكان مش هيتركز في المناطق دي. وزي ما قلت لك هي عدد سكان مصر مرتين، مصر إذا كانت 1,100,000,000 نسمة فهي 2,203,000,000 نسمة، يعني عدد سكانها مرتين. بس تعالوا كده المساحة بتاعتنا احنا 1,000,000 كيلومتر مربع وهم 8,5 مليون كيلومتر مربع، فالعدد السكان الكبير اللي انت شايفه ضخم جدا ده هو عايش على مساحة كبيرة جدا، بس معظم المساحة بتاعت البرازيل مساحة غير مستغلة نظرا لوقوعها في المنطقة الاستوائية والمدنية. يعني هنا البرازيل هتعاني من مشكلة سكانية، ان قلة عدد السكان في البرازيل. ايه ده، واحد يقول لي هو القلة هنا قلة عدد السكان ممكن تعمل مشكلة؟ طبعا، لان انت الزياده تعمل مشكله وقله السكان تعمل مشكله. الزياده تعمل مشكله لما يبقى في نقص موارد، والقله تعمل مشكله لما يبقى في موارد بس ما فيش سكان تقدر تستفيد بالموارد دي وتقدر تستثمرها بشكل جيد. عشان كده بنقول انه في مناطق شبه خاليه في البرازيل زي سهول الامازون. بيتركز السكان في البرازيل على الساحل الجنوبي الشرقي في المدن الرئيسيه هناك. كمان البرازيل بدأت تهتم بأنها تعيد تخلخل السكان، فأنشأت مدينة جديدة اسمها برازيليا، ودي مدينة في هضبة البرازيل علشان تعيد توزيع سكانها مرة تانية. وكمان أنشأت مدينة ميناؤوس على نهر الأمازون علشان تبدأ تعيد سكانها. زي مصر ما بتعمل دلوقتي، عملت عاصمة إدارية جديدة عشان تعمل تخلخل للسكان بدل ما الكل متركز حوالين القاهرة، فبدأت تعمل عاصمة إدارية جديدة لمصر عشان توزع أو تعيد توزيع السكان بشكل كبير في القاهرة وتعمل ما تعملش تكدس في بعض الأماكن. النشاط الاقتصادي في البرازيل هو نشاط بتتنوع فيه زراعة وقطع الغابات، أكتر من ربع القوى العاملة الموجودة في البرازيل شغالة في الزراعة، 2% من مساحتها مستغلة بشكل كبير جدا في الزراعة. عندهم كمان محاصيل زراعية مهمة، هي أولى دول العالم في إنتاج البن وقصب السكر، وده درسناه في الجزء الأول من المنهج. وكمان فيها حرفة قطع أشجار الغابات من المناطق الاستوائية والمناطق المدنية عشان تتصنع منها الأخشاب، يعني أيضا عندها صناعات غابية. الأنشطة الاقتصادية الموجودة في دولة البرازيل عندها رعي وصيد أسماك، رعي بشكل كبير جدا في المناطق اللي فيها حشائش سافانا واستيبس لأنها عندها مراعي طبيعية في الشمال، وكمان عندها ثروة حيوانية ضخمة جدا ومتنوعة، وده بسبب وجود المراعي الطبيعية. عشان كده البرازيل بتعد من الدول الرئيسية في العالم اللي بتصدر لحوم للعالم. من ضمن الحاجات المهمة اللي موجودة في البرازيل المعادن. من أهم المعادن اللي موجودة في البرازيل الحديد والبوكسايت والمنجنيز، وبيقوم عليها نشاط مهم جدا وهو نشاط التعدين. الصناعة في البرازيل كانت زمان في الماضي بتقتصر على الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الكيماوية البسيطة، لكن دلوقتي الموضوع تطور جدا في البرازيل، فبدأنا نشوف صناعات ثقيلة زي صناعة الحديد والصلب، سيارات، طائرات، آلات كهربائية، كمان أسمدة، وفي صناعات في الجنوب الشرقي في مدينة ساو باولو وكمان ريو دي جانيرو. كتير من المدن الرئيسية بدأت تهتم بالصناعة بشكل كبير جدا عشان تطور الاقتصاد في البرازيل. طيب ايه بقى أهم المدن في البرازيل؟ لو جينا رحنا على أهم المدن في البرازيل احنا أخدنا منهم مدينة جديدة لسه قايلين عليها اللي هي برازيليا، واتكلمنا عن العاصمة القديمة اللي هي ريو دي جانيرو. تعالوا نشوف موقعها على خريطة البرازيل علشان نحدد أهم هذه العواصم. برازيليا دي العاصمة الجديدة وهي أحد أهم المدن البرازيلية، وزي ما انتم شايفين كده موجودة في الداخل. في كمان ريو دي جانيرو دي العاصمة القديمة للبرازيل وهي واحدة من أجمل مدن العالم. في مدينة ساو باولو دي مهم، ميناء مهم جدا في البرازيل، تقع على المحيط الأطلنطي وبتشتهر إن مياهها بأن مبانيها ضخمة وشواطئها رملية واسعة جدا ومياهها صافية. ده بالنسبة لساو باولو. طيب العلاقات المصرية البرازيلية. مصر والبرازيل بترتبط بعلاقات كبيرة جدا بتمتد من القرن التاسع عشر. في علاقات في المجال التجاري، مصر بتصدر للبرازيل الأقطان والمواد الغذائية والأساس والمنسوجات والأسمدة. مصر بتستورد ايه بقى من البرازيل؟ مصر بتستورد من البرازيل حبوب غذائية زي الحبوب الزيتية، وبتستورد منها السكر، وبتستورد منها الحديد واللحوم والبن اللي بتشتهر بيها دولة البرازيل بشكل كبير جدا. يبقى كده احنا خلصنا دولة البرازيل اللي شفنا فيها موقع جغرافي وفلكي وتضاريس، وكمان شفنا عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، وشفنا أهم المدن والعلاقات المصرية البرازيلية اللي شفناها علاقات قوية جدا من القرن التاسع عشر. بكده في الجزء ده
او الجزء المخصص للجغرافيا، احنا درسنا 3 دول: دولة الهند، دولة نيجيريا، دولة البرازيل. ان شاء الله في حصة الجغرافيا اللي جاي هندرس اخر دولتين، وهي المانيا والولايات المتحدة الامريكية، للناس اللي بتدرس المانيا والولايات المتحدة الامريكية. فاصل ونواصل ورجعنا لكم تاني مع مدرسة اونلاين علشان نتابع بقية حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن درس مهم جدا من دروس التاريخ الحديث والمعاصر، وهو ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، وهنكمل الوحدة الرابعة ان شاء الله. اخر درس من دروس الوحدة الثالثة بيتكلم عن الثورتين اللي عاشتهم مصر في العصر الحديث والمعاصر. تعالوا نشوف اسباب ثورة 25 يناير، احداثها واهم نتائجها، وليه رحنا لثورة 30 يونيو. ثورة 25 يناير زي ما احنا شايفين قدامنا هي ثورة شارك فيها الشعب كله، حماها الجيش بشكل كبير جدا. طب هي الثورة دي قامت ليه؟ والثورة دي ليه ثورة فريدة من نوعها في التاريخ؟ ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة في التاريخ، يعني ما حصلتش قبل كده بشكل اللي احنا شفناه ده، لان وسائل التكنولوجيا المتطورة استخدمت بشكل مهم جدا في اندلاع الثورة. الشباب اتجمعوا على فيسبوك وتويتر علشان ينزلوا في ميادين مصر يطالبوا بمطالبهم السلمية. الثورة دي ما كانتش وليدة اللحظة، يعني ما كانتش وليدة هذا التاريخ. ليه ثورة 25 يناير 2011 ما كانتش وليدة هذا التاريخ؟ لأن الثورة دي سبقتها الكثير من الحركات الاحتجاجية اللي كانت سبب في اندلاع هذه الثورة. يعني معنى كده انه التاريخ ده ما كانش بداية الثورة، ده كانت في حركات سياسية واحتجاجية سبقت هذا التاريخ ومهدت ليه بشكل كبير جدا. طب يا ترى ايه الاسباب اللي خلت الشعب المصري يقوم بثورة في 25 يناير 2011؟ تدهور الاوضاع الاقتصادية كان سبب مهم جدا من اسباب هذه الثورة، وده كان نتيجة طبيعية لسياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. يعني ايه كلمة انفتاح اقتصادي؟ يعني انا بفتح الاسواق المصرية للمنتجات المستوردة، فبدأت المنتجات دي تغزو الأسواق المصرية دون ضوابط، فأثرت بشكل كبير جدا على الصناعة في مصر. كمان التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة بقى أقل من سعرها الحقيقي، وده لصالح فئات معينة من رجال الأعمال، وده خلى عدد كبير جدا من العاملين في هذه الشركات تخرج للمعاش المبكر، وبتنضم لعدد كبير جدا من الشباب العاطلين عن العمل. فمعنى كده ان سياسة الخصخصة اتطبقت بشكل غير مدروس في هذه الفترة، وده ادى لارتفاع عدد المواطنين اللي خرجوا من هذه الشركات اللي كانت طبعا قطاع عام وتحولت لقطاع خاص، فبدأت هذه الفئة من المواطنين تنضم الى الطابور زي ما بنقول البطالة في مصر. فده كان سبب مهم جدا من اسباب الثورة. كمان ارتفاع نسبة البطالة في مصر كان سبب مباشر من اسباب ثورة 25 يناير. سوء الأوضاع الاجتماعية كان سبب أيضا من أسباب ثورة 25 يناير، لأن سوء الأوضاع الاجتماعية كان في الوقت ده في زيادة كبيرة جدا في الفوارق الاجتماعية. وهنا في مؤشر بيقول أنه في عدد سكان كتير جدا بس تحت خط الفقر، وفي ناس كبيرة جدا يعني دخلها الاقتصادي مرتفع جدا، وفي فجوة كبيرة بين الاثنين. فزيادة الفوارق الاجتماعية دي كانت سبب مباشر من أسباب الثورة. كمان غياب العدالة الاجتماعية، من أهم المطالب اللي طالبوا بيها الثوار في 25 يناير هي العدالة الاجتماعية، فغياب هذه العدالة الاجتماعية أدى إلى اندلاع هذه الثورة. استمرار العمل بقانون الطوارئ ده كان برضو من أسباب قيام هذه الثورة. تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010 لصالح الحزب الوطني اللي حصل فيه بنسبة 97% على مقاعد مجلس الشعب، كان في الوقت ده كان اسمه مجلس الشعب مش مجلس النواب، فطبعا دخل الشعب المصري يقوم بالثورة. كمان المجلس ده خلى من وجود اي معارضة وطنية تذكر، فبالتالي ما فيش اصوات معارضة عن اصوات الحكومة، فده كان سبب مباشر من اسباب الثورة. اختار الشباب وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر علشان ينزلوا بشكل احتجاج سلمي في 25 يناير. اتخذوا من كل ميادين مصر بشكل كبير، زي ميدان التحرير في القاهرة وميدان مثلا القائد ابراهيم، مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه، وميدان الاربعين في السويس والمنصوره، وغيرها من الاماكن اللي كانت مركز مهم جدا للتظاهر السلمي للشعب المصري. استمرت الثوره دي 18 يوم، بدا الشعب المصري يعبر عن مطالبه بشكل سلمي. حدثت اضطرابات شديده جدا في الامن، شكل الشعب المصري لجان شعبيه عشان يحمي الممتلكات الخاصه والعامه. كمان بدا الجيش ينزل بشكل كبير جدا علشان يحمي الافراد والمواطنين ومؤسسات الدوله.
القوات المسلحه كان ليها دور كبير جدا لانها حمت بشكل كبير جدا الممتلكات العامه والخاصه. النظام في الوقت ده حاول امتصاص غضب الجماهير وفوض صلاحيات رئيس الجمهوريه للنائب بتاع رئيس الجمهوريه في انذاك في هذا الوقت، وتشكلت حكومه جديده، الا ان الخطوات دي ما رضتش الشعب المصري ولا راضت طموحه. فكانت النتيجة ان الجيش المصري نزل بكل زي ما احنا شايفين كده بيتلاحم الجيش مع الشعب علشان يثبت ان الجيش المصري هو الدرع الامان للشعب المصري طوال فترات تاريخه. يوم 11 فبراير عام 2011 بيتخلى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عن البلاد وبيسلم ادارة شؤون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. يعني بعد 11 فبراير 2011 اللي بيحكم مصر هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبعد كده خرجت ملايين المصريين علشان يحتفلوا بهذا الانجاز التاريخي. طيب ده شكل الشعب المصري بعد بيان تنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عن الحكم وتشكيل مجلس قياده مجلس الاعلى للقوات المسلحه. في الوقت ده الشعب المصري أصر على تحقيق مطالبه اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. الجيش هو كان قوة مساندة للشعب المصري وما كانتش أبدا أداة لقمع المتظاهرين ولا إجهاض الثورة. في الوقت ده بدأت تتوالى الأمور وبدأت تحصل انتخابات، ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بيتولى رئاسة جمهورية مصر العربية بعد انتخابات رئاسية في 2012. لكن السياسة الجديدة اللي اتبعها الرئيس الأسبق ما حققتش أبدا طموح الشعب المصري في تحقيق العدالة الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا إنه يحقق إنجازات اقتصادية على أرض الواقع. فقامت ثورة 30 يونيو عام 2013. الثورة دي قامت علشان تحقق وتستكمل أهداف ثورة 25 يناير. خرجت كل جموع الشعب المصري من كل مكان من كل حد وصوب أعداد هائلة جدا للشوارع علشان تعبر عن رأيها في التغيير. وبدأت القوات المسلحة تتدخل، أعلنت بيان 23 يونيو عام 2013 ووضحت في البيان دي مسؤوليتها تجاه الشعب المصري وإنها مش هتسمح أبدا للشعب المصري إنه يسقط في نفق مظلم. بدأت القوات المسلحة تقول إحنا عايزين نقعد مع بعض، وبدأت تقول إحنا عايزين نعمل توافق بين مطالب الشعب وبين الرئاسة. رفض رئيس الجمهورية في الوقت ده الموافقة على انتخابات رئاسية مبكرة، وكمان رفضت المعارضة الدعوة للحوار. بدأت الشعب المصري يثور بشكل كبير جدا، فتم عزل محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، وتم تسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخابات رئاسية مبكرة. وفعلا تم تعديل دستور 2012 وأصدرت مصر دستورها الجديد في 2014 اللي على أثره تم عقد انتخابات رئاسية وتم إعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسي علشان يكون رئيس لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو. يبقى بعد الثورة كان في رئيس المحكمة الدستورية العليا اللي هو المستشار عدلي منصور، وبعد كده عملنا عملنا الدستور 2014، وبعد الدستور عملنا انتخابات رئاسية. ده كان مشهد من مشاهد الثورة المصرية اللي ارتفعت فيه على الأعناق صور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ مصر وأنقذ الشعب المصري من الدخول في نفق مظلم بعد الفترة اللي عاشتها مصر في 2013. دي كانت أحداث ثورتين مجيدتين عاشهم الشعب المصري سواء 25 يناير 2011 أو 30 يونيو 2013. الشعب المصري مازال بيحاول علشان يبني بلده بشكل كبير جدا. هنلاقي إن مصر اختلفت بشكل كبير جدا يا ولاد بعد هاتين ثورتين. تعالوا نروح بعد ما شفنا 25 يناير و 30 يونيو، تعالوا نروح لوحدة جديدة بتتكلم عن الحياة النيابية والحزبية وتطور دور المرأة في المجتمع المصري عبر العصور. كلمة حياة نيابية، فاكرين يعني ايه كلمة حياة نيابية؟ يعني حد بينوب عن الشعب المصري علشان يحاول يوصل صوته للحكومة. طيب هل الشعب المصري بدأت حياته النيابية بشكل عامل ازاي؟ لو انتوا فاكرين احنا درسنا مع بعض في التاريخ انه احنا كان عندنا حياة نيابية بدأت في عهد الخديوي اسماعيل بقى عندي مجلس شورى نواب. بس هل الحياة النيابية دي كانت حياة نيابية سليمة في مصر؟ حياة برلمانية بتعبر عن الإرادة الشعبية المصرية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، وهنشوف تطور الحياة النيابية في مصر ازاي. بدأت من اول مكان محمد علي بيعمل مجلس المشورة، هو مجلس طبعا مش حياة نيابية ولا حاجة، ده كان مجلس يعقد ويفض برغبة محمد علي الشخصية، وازاي الحياة النيابية دورها مهم جدا في المجتمعات اللي بتمارس الحياة النيابية بشكل سليم.
قبل ما نروح للحياه النيابيه والبرلمانيه، تعالوا نشوف سلطات الحكم في مصر ونشوف مصر بيتم حكمها باي نظام. السلطات بتاعتي هي سلطه تشريعيه تتمثل في سن القوانين واصدارها، وفي سلطه تنفيذيه اللي هي الحكومه والمجالس المحليه، وفي سلطه قضائيه اللي بتتولى اصدار الاحكام وفق القوانين. دي سلطات مصر، سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه، وطبعا عندي سلطه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رئيس دولة جمهورية مصر العربية زي ما قلنا بعد انتخابات 2014، هو رئيس للسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية في عندي مجلس النواب وهو مدته 5 سنوات وبيتم انتخابه من الشعب المصري، وكلنا طبعا في الفترات اللي فاتت عشنا ازاي بيتم اختيار يعني مرشحين عن الشعب علشان يكونوا تحت قبة البرلمان ويبدأوا يعرضوا مطالب الشعب على الحكومة ويحاسبوا الحكومة ويعتمدوا الميزانية العامة للدولة. هي دي وظيفة مجلس النواب، انه بنختار مواطن عن مجموعة من المواطنين بيعيشوا في دايرة واحدة، هذا المواطن بيعرض مطالب الشعب المصري تحت قبة البرلمان. طيب بيعرض مطالب الشعب بس؟ لا، ده كمان ممكن يحاسب الحكومة لو أثرت في عملها، وهو كمان بيحدد الميزانية العامة للدولة. دي حاجات مهمة لازم نعرفها عن مجلس النواب اللي مدته 5 سنوات وبيتم بعديها انتخاب الدعوة للانتخابات مرة تانية. طيب ده بالنسبة للسلطة التشريعية. طيب السلطة التنفيذية عندنا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده بتتولى السلطة التنفيذية الحكومة، فيها رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم، وكمان في عندي الادارات المحلية زي المحافظ وزي المراكز المحلية وزي الاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية. هي دي السلطة التنفيذية اللي بتنفذ القوانين. طيب في عندي كمان سلطة قضائية، ودي بتتم عن طريق المحاكم بمختلف انواعها، ودي بتصدر احكامها وفق للقوانين. يبقى دي سلطات الحكم في مصر. تطور الحياة النيابية بقى، وازاي بدأنا يبقى عندنا مجلس نواب. كلمة حياة نيابية يعني الشعب بينتخب ممثلين عنه لإدارة شؤون البلاد وسن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة زي ما سبق وقلت لكم. طيب تطور الحياة النيابية في مصر، قبل الاحتلال البريطاني بالتحديد في عصر محمد علي كان عندنا مجالس استشارية لا سلطة ليها صورية، زي مجلس المشورة والمجلس العالي، مجالس كده تعقد وتفض برغبة محمد علي الشخصية بدون أي اختيارات من الشعب. يعني محمد علي كده يلم مجموعة من العلماء ومجموعة من رجال الدين ومجموعة من التجار والمقربين ليه، يقول لهم تعالوا أنا هعينكم في مجلس المشورة أو المجلس العالي. طيب الناس دي قالت كلام كويس، محمد علي تمام ماشي زي كان حلو جدا انا موافق على الكلام اللي بتقوله. طب خلف محمد علي؟ لا خلاص بيعقد ويفض برغبه محمد علي الشخصيه هذا المجلس، فبالتالي ما بيتنفذ قراراته. عشان كده هل احنا بنعتبر مجلس المشوره والمجلس العالي مجالس نيابيه؟ لا، دي مجالس صوريه لا سلطه لها. ده كان اول مشهد من مشاهد الحياه النيابيه الغير سليمه قبل الاحتلال. طيب بعد كده بقى عندي في عصر الخديوي اسماعيل اول من انشا مجلس شورى نواب سنه 1866، ودي كانت حياه شبه نيابيه، ما كانتش نيابيه بشكل كبير جدا. طيب مرحله الاحتلال البريطاني بقى، من 1882 لحد 1914 كان فيها مجلسين استشاريين، مجلس شورى قوانين وجمعيه عموميه وجمعيه تشريعيه، ودي ايضا مجالس استشاريه وصوريه. لكن من 1923 لحد 1952 مصر بقى عندها دستور 23، وده كون على أثره الأحزاب السياسية، ومصر بقى عندها برلمان وعندنا مجلسين لسن القوانين، وهي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. دي كانت بعد فترة الحياة الليبرالية في مصر بقى بعد ما بقى عندي دستور 23. فضلت المرحلة دي لحد ما دخلنا في ثورة 52، يبقى دي المرحلة التانية. طيب مرحلة ما بعد ثورة 52 ايه شكل الحياة النيابية في مصر؟ بعد ثورة 52 حلينا دستور 23، ودي حاجة احنا درسناها في الوحدة الثالثة. مصر اصدرت دستور 56، وده كان بينص على ان السلطة التشريعية في ايد مجلس منتخب اسمه مجلس الامة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني ايه؟ يعني الدستور بتاع 56 قال ان السلطة التشريعية اللي هتسن القوانين في مصر هتكون في ايد مجلس، يا ترى اسمه مجلس الشعب ولا مجلس النواب ولا مجلس الشورى ولا مجلس الامة؟ مجلس الامة. يبقى بعد 56 او بعد ثورة 52 بالاحرى بقى عندي دستور 56 اللي نص على انه مجلس الامة هو صاحب السلطة التشريعية في مصر، يعني هو المنوط باصدار القوانين والتشريعات. ده كان بعد ثورة 52 ووفق دستور 56. طيب دستور 71 اللي احنا اخدناه لما جينا بدأنا نعمل حرب اكتوبر ونستعد داخليا،
مصر أصدرت دستور 1971، وده دستور نص على سيادة القانون واستقلال القضاء، وأقر مبدأ التعددية الحزبية. ودي ثلاث ركائز أساسية قام عليها دستور 71: سيادة القانون، استقلال القضاء، إقرار مبدأ التعددية الحزبية. يعني إيه الثلاثة دول؟ القانون هو سيد الموقف، يعني مفيش حد كبير على القانون، كلنا متساوون أمام القانون. القانون هو السائد، هو السيد. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة اسمها رئيس جمهورية مش عليه قانون. رئيس جمهورية لو خلط هيتحاسب وفق دستور 71، نفس الكلام أي مواطن عادي. وهو ده المبادئ اللي رسخها دستور 71، مبدأ سيادة القانون. طيب استقلال القضاء، يعني ايه استقلال القضاء؟ يعني القضاء سلطة مستقلة، لا يجوز عزل القاضي ابدا لان سلطته سلطة مستقلة. طيب ايه كمان؟ اقر مبدأ التعددية الحزبية، قال كل واحد يقدر يعمل حزب زي ما هو عايز، اهم حاجة ما يروحش حوالين ثوابت الأمة ويحاول يكسرها، زي الوحدة الوطنية وزي الدين الإسلامي هو الشريعة الإسلامية، الشريعة الأساسية، وهكذا. يبقى أقر مبدأ التعددية الحزبية، سيادة القانون، استقلال القضاء، دي الثلاث ركائز الأساسية اللي قام عليها دستور 71. ده بالنسبة للحياة الحزبية النيابية في مصر بعد 1952. طيب هل بقى احنا استفدنا من ده بشكل كبير جدا؟ الحقيقة ان احنا استفدنا من تطور الحياة النيابية في مصر بشكل كبير جدا، خاصة بعد ثورة 52، لان بدأنا تقوم فعلا حياة نيابية سليمة قايمة على اختيار الشعب المصري، قايمة على ان اللي بيمثلوا الشعب المصري تحت قبة البرلمان هم مواطنون مصريون منتمين بشكل كبير جدا لتراب هذا الوطن. يبقى احنا شفنا كده تطور الحياة النيابية من اول ما كانت مجالس استشارية لا سلطة لها في عهد محمد علي، ثم انشاء مجلس شورى نواب سنة 1866 في عهد الخديوي اسماعيل، ثم المراحل اللي كان فيها الاحتلال البريطاني قسمناها مرحلتين، المرحلة الاولى لحد 1914 من 82 ل 1914، ودي كانت فيها مجالس صورية، وبعد كده من 1923 ل 1952، والفترة دي اللي احنا عملنا فيها دستور 23، وبعد كده من 52 عملنا دستور 56 اللي أقر إن الحياة النيابية هتكون في إيد مجلس اسمه مجلس الأمة، ثم دستور 71 اللي احنا بنسميه دستور الذي أعطى استقلال للقضاء، أقر مبدأ التعددية الحزبية، أقر سيادة القانون. ده شكل الحياة الحزبية في مصر على مر العصر الحديث والمعاصر. طيب تعالوا ننتقل لنقطة مهمة جدا، وهي دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني. تفتكروا إن المرأة المصرية ليها دور كبير؟ ده المرأة المصرية ليها دور منذ فجر التاريخ. المرأة المصرية في مصر القديمة كانت لها سلطة كبيرة جدا جدا. تفتكروا دولة بحضارة مصر وعظمة مصر مش هتهتم بالمرأة في عصرها الحديث والمعاصر؟ إذا كان التاريخ عظم المرأة، فالتاريخ الحديث والمعاصر أعطى للمرأة حقوقها بشكل كبير جدا، وبتعيش المرأة حاليا في أزهى عصورها التي لا تقل أهمية عما عاشتهم المرأة في مصر القديمة. تعالوا نشوف دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني في مصر، إزاي المرأة كان ليها دور كبير جدا، وإزاي حصلت المرأة على كامل حقوقها في العصر الحديث. ارتبط دور المرأة المصرية بالعمل الوطني بشكل كبير جدا، بقضايا اجتماعية، بدأت تكتب في مجموعة صحف، بدأت تكون عضوة في بعض الهيئات النيابية. مرحلة قبل ثورة 19 كانت المرأة ليها دور كبير جدا، لأن الدولة اهتمت بتأسيس مدرسة الثانوية لتعليم البنات، وفي هذه الفترة الثقافية الفكرية اللي كانت مصر بتعيشها ظهرت أول مجلة نسائية وهي مجلة الريحانة. مرحلة ما بعد ثورة 19 وقبل ثورة 52 شاركت المرأة في تغيرات اجتماعية في المجتمع المصري، شكلت لجنة الوفد المركزية، وانتخبت ساعتها السيدة هدى شعراوي رئيسة لهذه اللجنة، والتحقت المرأة المصرية بالجامعة المصرية سنة 1928. يعني هنا في دور سياسي وثقافي وتعليمي. طيب ما بعد ثورة 52 المرأة حصلت على حقوقها في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، وتقلدت مناصب وزارية كبيرة جدا، فكانت في عندنا وزيرات زي الوزيرة حكمت أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. كمان شغلت المرأة مناصب وزارية في عهد الرئيس السادات زي الدكتورة عائشة راتب، كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية. وكمان المرأة شاركت بشكل كبير جدا في الحياة النيابية، فكان عندنا الدكتورة أمال إسماعيل اللي شغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وده منصب مهم جدا لأنها رئيسة لجنة تشريعية، يعني رئيسة اللجنة اللي بتصدر القوانين.
ودلوقتي عندنا المجلس القومي للمرأة، المرأة بدأت تراعي فيه أو تتقلد فيه مناصب كبيرة جدا، وأصبحت المرأة كمان عندنا في هذا المجتمع بتتقلد مناصب قيادية. شفنا وزيرات، شفنا محافظات لبعض المدن، لبعض المحافظات المصرية. طيب، ده كان دور المرأة في العصر الحديث. هل بقى في منظمات غير حكومية بتحاول ترسخ مبادئ المواطنة في مصر؟ عندنا منظمات المجتمع المدني. يعني ايه كلمة منظمات مجتمع مدني؟ يعني منظمات أهلية غير حكومية غير تابعة للدولة، يعني مش تابعة لتنظيم تبع الدولة، لا، دي مجموعة من الناس بتبدأ تشتغل بشكل ميداني شوية، علشان كده بنسميها منظمات المجتمع المدني. بتنزل على الأرض تعمل اجتماعات، تعمل ندوات، توعي الناس بخطورة بعض المشكلات المجتمعية، تساهم في حل بعض المشكلات المجتمعية. فعشان كده بنقول إن دور المجتمع المدني لا يقل أهمية عن دور الحكومة. تعالوا نشوف منظمات المجتمع المدني وازاي بدأت ترسخ لمبادئ زي مبادئ المواطنة. منظمات المجتمع المدني عندنا في مصر فيها بدأت دور كبير جدا في تثقيف المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. بدأت توضح العلاقة بين المواطن والدولة، وازاي المواطن يقدر يعبر عن رأيه بشكل كبير جدا، وازاي يطلب حقوقه، وازاي يؤدي واجباته بشكل كبير جدا. كمان بنشوف المنظمات دي في صورة يا أولاد الندوات اللي بتحصل مثلا قبل الانتخابات وقبل قبل اللقاءات المهمة لمصر، مثلا مجموعة شباب ينزلوا على أرض الواقع ويبدأوا يعملوا حملات تثقيفية، حملات توعوية، علشان يوعوا الناس بالفترة اللي مصر داخلها مثلا وليكن انتخابات. كمان منظمات المجتمع المدني بتعمل توفير لمناخ يدعم الوحدة الوطنية من خلال توعية الأفراد، وبتنبذ العنف بشكل كبير جدا. بتدعم السياسة العامة للدولة، وبتوافق الدولة في بعض القضايا، زي بعض القضايا المهمة زي حظر استخدام الألغام، زي كمان الإرهاب، زي حماية البيئة. دي منظمات المجتمع المدني اللي زي ما قلت لكم في بداية الكلام لا تقل أهمية أبدا عن دور الدولة في تثقيف المواطن. يبقى منظمات المجتمع المدني ممكن تعمل قضايا أو ممكن تحارب قضايا زي قضايا الإرهاب، زي التطرف، زي حماية البيئة. انت ممكن تعمل منظمه مجتمع مدني وتشارك فيها بشكل كبير جدا علشان تحمي بيئتك من التلوث. ممكن تشارك في بعض المنظمات المجتمع المدني اللي بتوعي الناس بازاي ننتخب، ازاي نعمل تصويت على الانتخابات، ازاي نختار الشخص في الورقه الانتخابيه، مش نختار مين، ازاي نستعمل الورقه الانتخابيه بشكل سليم، ازاي المنظمات دي بتعمل مؤتمرات وندوات علشان تدعم اسس مهمه جدا زي الوحده الوطنيه في الدوله. ده كان بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني. يبقى الدرس الخاص بالحياة النيابية ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدني تناولنا في الحياة النيابية في مر العصور الحديثة والمعاصرة، من أول محمد علي لحد دستور 71. وشفنا كمان دور المرأة في المجتمع المصري الذي لا يقل أهمية أبدا عن دور الرجل، وشفنا منظمات المجتمع المدني اللي كانت ليها دور كبير جدا في بعض القضايا التي تخص الوطن وتخص المواطنين. ده كان بالنسبة للحياة النيابية والحزبية في مصر والحياة ومنظمات المجتمع المدني ودور المرأة. في جزء خاص بالحياة الحزبية وده للقراءة والاطلاع فقط، لو حابب تقرأ وتطلع عليه فده هيبقى شيء كويس جدا وشيء مهم. تعالوا ننتقل بقى لوحدة جديدة بتتكلم أو درس جديد بيتكلم عن منظمات الإقليمية والدولية. يعني إيه كلمة منظمة؟ ويعني إيه منظمة دولية؟ ويعني إيه منظمة إقليمية؟ وإيه دور كل واحدة فيهم؟ وإزاي مصر بتشارك في هذه المنظمات بشكل كبير جدا؟ كلمة منظمة يعني مجموعة من الدول بتتحد علشان عندها هدف واحد بتسعى لتحقيقه. طيب، المجموعة من الدول اللي عندها هدف واحد وبتسعى لتحقيقه دي بتشترك على حسب ايه؟ لو هي بتنتمي لمجموعة موحدة فيها وحدة لغة او وحدة مكان او وحدة اصل او وحدة تاريخ، فدي بيبقى اسمها منظمة اقليمية. طيب، لو انا عندي منظمة بتجمع مجموعة من الدول المختلفة بيتفقوا على هدف واحد بس ما لهمش اصل مشترك، مفيش لغه بتجمعهم، مفيش تاريخ بيجمعهم، فالمنظمه هنا اسمها منظمه دوليه. يبقى انا عندي نوعين من المنظمات، منظمه اقليميه لو مجموعه الدول دي بتربطها رابطه معينه يبقى بسميها منظمه اقليميه، لو ما بتربطهاش اي رابطه وهما مجموعه من الدول اتفقوا على تحقيق هدف معين يبقى دي منظمه دوليه.
يبقى انا عندي نوعين من المنظمات، منظمه اقليميه ومنظمه دوليه. تعالوا نبدا بالمنظمات الاقليميه ونشوف اهم المنظمات الاقليميه اللي بتشترك فيها مصر بشكل كبير جدا ودورها في الحياه السياسيه والاجتماعيه. تعالوا نبدا مع شعار المنظمات اللي احنا شايفينه قدامنا. ده هو شعارين لمنظمتين، منظمه الامم المتحده وجامعه الدول العربيه. يا ريت نبص عليها كده. المنظمه اللي قدامنا دي هي منظمه جامعه الدول العربيه اللي هي باللون الاخضر، واللي باللون الازرق هي منظمه الامم المتحده. مهم جدا نعرف الشعار لان ممكن يجي لنا سؤال خاص بشعار كل منظمه. زي ما انتم شايفين كده، جامعه الدول العربيه عباره عن شعار لونه اخضر، وجوه الشعار ده في غصن الزيتون اللي حوالين منها ده في جامعه الدول العربيه. وجامعه الدول العربيه بتضم 22 دوله. واما شعار الازرق فهو شعار الامم المتحده، هنلاقي برضو غصنين الزيتون وحوالينهم او داخلهم الكره الارضيه بكل دول العالم. طيب نبدا بالمنظمه الاقليميه. هي المنظمه زي ما قلت لكم بتجمع مجموعه من الدول المستقله بتربطهم روابط معينه، زي جامعه الدول العربيه، زي منظمه المؤتمر الاسلامي، زي منظمه الاتحاد الافريقي. انا قلت اهو جامعه الدول العربيه يعني بتجمعهم الدول العربيه، منظمه المؤتمر الاسلامي يبقى بتجمعهم الدين الاسلامي، منظمه الاتحاد الافريقي يعني بتجمعهم وحده المكان، وحده القاره اللي هي قاره افريقيا. عشان كده احنا مش بنحفظ، احنا بنفهم. كلمه منظمه يعني مجموعه من الدول بتشترك في هدف، الهدف ده اللي بتشترك فيه في رابطة بتربط الدول دي ببعضها. لو في رابطة معينة بتربطهم يبقى اذا دي منظمة اقليمية. مفيش اي رابطة بتربطهم يبقى اذا دي منظمة دولية. يبقى من امثلة المنظمات الاقليمية جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الاسلامي، الاتحاد الافريقي. تعالوا نروح للمنظمة الدولية عشان نعرف نميز بينهم لو جه قال لنا قارن بين المنظمة الاقليمية والدولية. المنظمة الإقليمية زي ما شفنا، أما بالنسبة للمنظمة الدولية فهي مجموعة دول مستقلة أيضا لا تربطهم أي رابط، يعني فيش أي رابطة بتربطهم ببعض، لا وحدة تاريخ ولا وحدة أرض ولا وحدة مكان ولا أي حاجة خالص، بس هم مشتركين في تحقيق هدف معين. زي منظمة الأمم المتحدة، دي مجموعة من دول العالم المستقلة بتشترك فيها عشان تحقق أهداف. في كمان عندي منظمة أو حركة عدم الانحياز، دي برضو منظمة دولية بتجمع مجموعة من الدول ما بتربطهمش أي رابط. طب تعالوا نروح لجامعة الدول العربية ونشوف فكرة إنشائها وميثاقها وأهدافها وكمان إنجازاتها على أرض الواقع. فكرة إنشاء جامعة الدول العربية تعود لمصر وسوريا. دعت مصر، بدأت في مصر تفتك يعني بدأت مصر تفكر أنا عايزة أعمل رابطة تربط الدول العربية ببعضها عشان تحقق استقلال الدول العربية وتساعدها على دعم استقلالها. طيب بدأت مصر تدعو كل من رئيس وزراء سوريا والكتلة الوطنية اللبنانية في الوقت ده علشان تعمل مشاورات في القاهرة علشان تفكر تعمل جامعة عربية. وبعد بعض اجتماعات من سبتمبر لحد اكتوبر سنة 1944 بدأوا يتفقوا على ان هما هيعملوا رابطة هتجسد الدول العربية كلها. طب الرابطة دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها جامعة الدول العربية. طيب جامعة الدول العربية دي مش محتاجة بروتوكول ميثاق، محتاجة تم توقيع بروتوكول اسكندرية اللي كان بمثابة أول وثيقة تخص جامعة الدول العربية. في البروتوكول ده بدأنا نحط المبادئ اللي هتقوم عليها جامعة الدول العربية اللي كانت هتقوم على أساس هذا الميثاق. وفعلا أقر ميثاق القاهرة سنة 1945 بتحديد في شهر مارس قيام جامعة الدول العربية. طب مين الدول اللي وقعت على هذا الميثاق؟ 7 دول عربية كانت مستقلة آنذاك: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن. دي 7 دول المستقلة وقت توقيع ميثاق جامعة الدول العربية. طب دلوقتي بقى عندي كام دولة عربية في جامعة الدول العربية؟ عندي 22 دولة عربية بما فيهم فلسطين. يبقى أنا عندي بدأت ميثاق جامعة الدول العربية ب7 دول عربية مستقلة. طيب دلوقتي وقت ما احنا بنتكلم في كام دولة عربية بتنضم لجامعة الدول العربية؟ في عندي 22 دولة اللي هو مجموعة الدول العربية كلها بما فيهم فلسطين. يبقى فلسطين منضمة لجامعة الدول العربية. طيب انا ليه عملت الجامعة؟ يعني ايه الهدف من انشاء جامعة الدول العربية؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول هدف هو تنسيق العلاقات بين الدول الاعضاء. انا عايزة انسق العلاقات بين الدول الاعضاء في كل المجالات عشان انسق الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكمان الامنية. عايز انا والدول العربية نتعاون عشان نحمي الامن القومي العربي.
كمان عايزة أعمل صيانة واستقلال لدول عربية واحترم سيادتها على المنطقة. كمان عايزة أعزز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. كل دي كانت أهدافي وأنا بعمل جامعة الدول العربية. عايزة أشوف إيه اللي محتاجاه الدول العربية عشان أعمل تكامل مع بعض اقتصادي. عايزة أحافظ على أمن واستقلال الدول العربية. عايزة أتعاون في وضع السياسات والخطط العربية على نهج الاتحاد الأوروبي دلوقتي. على فكرة إحنا سبقنا الاتحاد الأوروبي بجامعة الدول العربية، ولكن هل جامعة الدول العربية مفعلة كما هو مفعل الاتحاد الأوروبي؟ هو ده وجه النقد اللي ممكن نوجهه لجامعة الدول العربية. تعالوا نكمل. ايه الهيكل التنظيمي اللي موجود لجامعة الدول العربية وازاي الجامعة دي بتتكون او بتتنسق؟ تعالوا نشوف اول هيكل من التنظيم السياسي لجامعة الدول العربية. مجلس الجامعة، وده اعلى سلطة داخل جامعة الدول العربية، وده بيتألف يا ولاد من كل الدول العربية بما فيهم دولة فلسطين. كل دولة ليها صوت واحد بس، علشان لو بدأنا نعمل تصويت فبالتالي انا محتاجة صوت لكل دولة. مجلس الجامعة ليه مهام محددة أقرها ميثاق جامعة الدول العربية. ده بالنسبة لمجلس الجامعة اللي بيتكون من 22 عضو. في عندي اللجان الدائمة، والجامعة العربية عدد من اللجان بتنعقد بشكل كبير جدا في مختلف المجالات علشان تقر التعاون بين الدول الأعضاء. دلوقتي في 12 لجنة. ال 12 لجنة دي بتحاول تستثمر عملها في مختلف التخصصات ومختلف المجالات. عندي كمان الأمانة العامة، ودي بتتكون من الأمين العام وعدد من المساعدين ليه وعدد من الموظفين. بيتعين الأمين العام بموافقة جامعة مجلس الجامعة، يعني بموافقة ال 22 وجود ال 22 عضو بس بأغلبية الثلثين لمدة 5 سنوات. بتعقد الجامعة مؤتمر سنوي، ده بيبقى في آخر مارس من كل سنة علشان يبدأ يعمل قراراته اللي هتتم خلال السنة. طب ممكن الجامعة تجتمع في وقت غير آخر مارس من كل سنة؟ لو حصل مستجدات، لو حصل أمور طارئة على الساحة العربية ممكن تنعقد الجامعة بشكل سريع وعاجل، ودي بتبقى في الحاجات اللي هي فيها أزمات سياسية أو اقتصادية بتحصل فجأة لبعض الدول العربية. ده كان بالنسبة للأمانة العامة. طيب كده احنا شفنا جامعة الدول العربية، شفنا ميثاق جامعة الدول العربية، شفنا أهدافها، شفنا لجانها، شفنا مجلسها. طيب دي كانت بالنسبة للجامعة اللي كانت من أهم المنظمات الإقليمية اللي بتضم ال 22 دولة عربية. طيب في منظمات إقليمية تاني موجودة في العالم؟ في منظمة الاتحاد الأفريقي. تعالوا نشوف الاتحاد الأفريقي، الشعار بتاعه عبارة عن برضو غصنين الزيتون وقارة أفريقيا في قلبه. مصر شاركت في تأسيس الاتحاد الأفريقي بعد ما حررت بعض البلدان الأفريقية. مصر كمان شاركت في أول قمة أفريقية على أرضها سنة 64، وده سبق تاريخي لمصر. مصر رأست الاتحاد الأفريقي مرتين. كمان مصر أسهمت بجهود كبيرة جدا في حفظ الأمن وإقرار السلام في دول كتير من دول قارة أفريقيا علشان تعمق مصر استراتيجيا في العمق الأفريقي. هنا في نقطة مهمة جدا، هو دور مصر الجوهري في العمق الأفريقي. مصر ليه بتسعى للانضمام زي مؤسسات زي منظمات الاتحاد الأفريقي؟ لأن مصر دولة ليها تاريخ كبير وليها مجالات كبيرة جدا سواء سياسية واقتصادية وخبرات كبيرة جدا اجتماعية. فمصر بتحاول ترسخ مكانة كبيرة جدا في قلب أفريقيا علشان زي ما بنقول كده قوتنا في وحدتنا. لما نكون متحدين كقارة ليها كيان كبير بوجود دولة كبيرة عميقة لها جذور كبيرة جدا في التاريخ زي مصر في منظمة كبيرة اسمها الاتحاد الأفريقي، ده بيدي تقل كبير جدا وعمق كبير جدا للمنظمة. فبالتالي وجود مصر على رأس هذه المنظمة بشكل متكرر، انها مصر ترأس هذه المنظمة مرتين، مصر بتستضيف المؤتمرات على أرضها، مصر بتشارك بفاعلية في إقرار الأمن والسلام في معظم الدول الأفريقية، ده بعد استراتيجي مهم جدا لمصر في قلب أفريقيا. عشان كده من أهم المنظمات اللي بتنتمي ليها مصر هي منظمة الاتحاد الأفريقي. طيب عشان كده بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ يحط سياسة وإطار عام للتعامل مع قارة أفريقيا. علشان أول حاجة أستفيد أنا كمواطن مصري من موارد قارة أفريقيا وأبدأ أنمي عندهم مواردهم بما يعود بالنفع على القارة كلها، يعني أنا هستفيد وأفيد، أنا هدي خبراتي في هذه القارة وخبراتي لهذه القارة أو لدول هذه القارة، وبالتالي يحصل تعاون اقتصادي واجتماعي فتسري القارة كلها اقتصاديا واجتماعيا ويبقى ليها تقل استراتيجي في العالم كله، وعلشان يكون في نهضة كبيرة جدا في دول قارة أفريقيا. تعالوا نشوف مع بعض رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقارة الأفريقية، وإزاي مصر حاطة خطة لتنمية هذه القارة، وإزاي مصر شايفة القارة دي بعد 2030. تعالوا نشوف مع بعض.
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبه الاحتفال بيوم افريقيا اللي في مايو عام 2019، قال في الكلمه بتاعته ضروره سعي دول القاره لتطوير ثروتها البشريه. هنا هقف عند الكلمه دي بشكل كبير جدا. هنا اكد ان الثوره مش في المعادن اللي موجوده جوه قاره افريقيا ولا في الموارد الموجوده جوه قاره افريقيا، لا، دي الثوره هي الثوره البشريه. ازاي انا استفيد من موارد هذه الدوله او القاره البشريه؟ فالعماد الرئيسي وحجر الزاويه في التنميه الافريقيه هو تنميه العنصر البشري، ودي اول ركن من اول ركيزه من ركائز التطوير. تعالوا نشوف بقيه الخطوات. تأهيل شباب القارة لمواكبة العصر، دي نقطة مهمة جدا، أنا عايز أأهل شباب هذه القارة علشان يواكبوا تطورات العصر بشكل كبير. تعزيز دور المرأة الإفريقية قلب نابض لمجتمعها، هنا مصر بترسخ فكرة إن المرأة هي القلب النابض في المجتمعات الإفريقية والعربية بشكل كبير جدا. تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة وترسيخ الهوية الإفريقية وإعلان مبادئ التضامن الإفريقي، النقطة دي في منتهى الأهمية. ازاي انا برسخ للهوية الافريقية؟ ازاي انا بفخر بهويتي الانتمائي لهذه القارة؟ ازاي بفكر القارة دي بان احنا زمان كان في بينا تواصل حضاري ودلوقتي احنا بنسعى لمد هذه الاواصر؟ علشان كده احنا بنحل مشكلتنا بان احنا بنحاول نعمل ربط للروابط او نوصل الروابط الافريقية دي ببعض، علشان ده الحل الامثل لتنمية هذه القارة. فبالتالي أنا برسخ مبدأ الهوية، برسخ مبدأ التعاون الاقتصادي، برسخ مبدأ المواطنة للقارة دي، بقول أنا مواطن إفريقي وأفتخر. ده كان جزء من حوار رئيس عبد الفتاح السيسي. كمان تعالوا نكمل بقية الحوار ونشوف كان بيقول إيه. مصر تبنت استراتيجية جديدة في إفريقيا علشان تذلل كل المعوقات اللي بتواجه تعميق العمل المشترك الإفريقي. كمان مصر نجحت بشكل كبير جدا في مواجهة هذه المعوقات عن طريق ربط الأسواق الإفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، يعني مصر فتحت أسواقها للأسواق الإفريقية. كمان تشجيع السواعد أبناء القارة الإفريقية على بناء مشروعات القارة الرائدة وتطوير بنيتهم التحتية الإفريقية بما لا يخل بنصيب بعض الدول في مواردها الاقتصادية. دي كانت أهم الركائز الأساسية اللي كانت بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إزاي نطور هذه القارة بناء على المنفعة العامة. يعني زي ما انا هساعدك وهنميلك ثروتك البشرية، انت كمان هتحافظ على مواردي الاقتصادية، وزي نعمل تكامل اقتصادي بين القارة علشان يكون فيه للقارة دي مكانة كبيرة جدا وتعاون بين ابنائها. ده كان بالنسبة للاتحاد الافريقي اللي كان ليه دور كبير جدا، ومصر كانت ليها دور كبير جدا في تأسيسه. تعالوا نروح لمنظمة جديدة وهي منظمة اقليمية ايضا، وهي منظمة المؤتمر الاسلامي. المنظمة دي جاي من اسمها، منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني بتجمع مجموعة الدول التي تدين بالدين الإسلامي. مصر من أوائل الدول اللي ساهمت في بلورة فكرة إنشاء هذه المنظمة. شاركت مصر في كافة المؤتمرات الإسلامية اللي كان أهمهم مؤتمر القمة الإسلامية اللي انعقد في سبتمبر سنة 69، وده كان في مدينة الرباط بالمغرب. كمان مصر كان ليها دور كبير جدا في مؤتمرات كتير لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومصر بتشارك بفعالية بشكل كبير جدا في هذه المنظمة. يبقى في المنظمات الإقليمية اتكلمنا عن جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي، كلهم منظمات بتجمع الدول اللي بتربطهم روابط معينة. طيب ده كان بالنسبة للمنظمات الإقليمية. تعالوا نتعرف بقى على أهم منظمتين دوليتين ودور مصر ودور المنظمات دي مع مصر، وهي منظمات دولية، منظمة الأمم المتحدة، منظمة عدم الانحياز. احنا عدم الانحياز تقريبا واخدين عنها جزء كبير جدا لما شفنا ان مصر ساهمت في تأسيس حركتها، لكن تعالوا نشوف الجديد في منظمة الأمم المتحدة. منظمة الأمم المتحدة ليها أهداف زي المحافظة على الأمن والسلام الدولي، زي تنمية العلاقات الودية بين الدول، زي التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، زي كمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحريته، وما بتفرقش أبدا بين الجنس والدين والعرق. المنظمة دي بتتكون من 6 أجهزة مهمين جدا لازم نعرفهم: الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، طبعا احنا عارفين دورها تجاه قضية طابة، والأمانة العامة. تعالوا نبدأ مع الجمعية العامة.
نعرف الجمعية العامة دي بتتكون من ايه وايه دورها. الجمعية العامة دي بتضم كل الدول اللي جوه الأمم المتحدة، وزيها زي ما قلنا كده كل دولة ليها صوت واحد عشان لو حابين نصوت على قضية معينة. مجلس الأمن هو أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، هو المجلس المنوط بحفظ الأمن والسلام الدولي، وبدأت المجلس ده ليه سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المجلس ده لو حكومات الدول الاعضاء، لو المجلس ده اصدر قرار فعلى حكومات الدول الاعضاء تنفيذه بشكل قانوني. طيب المجلس ده لو انتوا فاكرين كده كان ليه دور كبير جدا في القضيه المصريه لما اصدر قرار مجلس الامن رقم 242 لسنه 67 اللي قال ان مصر هتاخد كل الاراضي اللي احتلتها اسرائيل في 67. في كمان عندي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودي من اهم مجالس جامعه الدول العربيه الامم المتحده. المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منظمه الامم المتحده ليه دور كبير جدا في مجالات اجتماعيه واقتصاديه. تعالوا نشوف كل منظمه داخل هذا المجلس ايه دورها وايه هدفها ومكانها فين. منظمه الامم المتحده او منظمه التربيه والعلوم والثقافه اللي بنسميها اليونسكو هي منظمه متخصصه في العلوم والتربيه والثقافه، اتأسست سنة 45 مقرها في باريس في فرنسا. هدفها انها بتحل السلام والامن عن طريق رفع مستوى التعاون في مجالات التربية. يعني هي بتقول انه الامن والسلام الدولي ده مش هيحصل الا لما ننمي مستويات التربية عند الناس اللي بتشتغل في التعليم والثقافة. فبدأت منظمة الامم المتحدة وبالتحديد اليونسكو تنقذ معبد ابو سمبل من الغرق بعد انشاء السد العالي، فده دور كبير جدا للتعاون بين مصر واليونسكو في انقاذ التراث التاريخي. كمان مصر تعاونت مع اليونسكو في اعاده احياء مكتبه الاسكندريه مره تانية، فده تراث ثقافي ايضا. عندنا كمان منظمه الصحه العالميه، المنظمه دي هي متخصصه في مجالات الصحه، تم انشائها في ابريل سنه 48، المقر بتاعها جنيف بسويسرا، هدفها انها توفر افضل سبل الرعايه الصحيه لكل الشعوب. كمان بتوفر مية شرب صحية خالية من التلوث، وعقد دورات تدريبية بشكل كبير جدا عشان تطور الخدمات الصحية في كل بلدان العالم. عندنا كمان منظمة الفاو، الفاو هي المنظمة المسؤولة عن الأغذية والزراعة. المنظمة دي موجودة في روما في إيطاليا، هدفها انها تقضي على الجوع وتساند البلدان النامية بشكل كبير جدا عشان تطور الانتاج الزراعي وتوفر غذاء جيد لكل سكانها. عندنا كمان منظمة اليونسكو، المنظمة دي مسؤولة عن الطفولة في العالم، مقرها في نيويورك، بتبدأ تهدف لتحقيق رفاهية للطفل، وبتبدأ تشتغل على ميثاق كده لحقوق الطفل تم إصداره سنة 1959، والميثاق ده هو محور التنمية للطفل. كمان عندنا من ضمن الأجهزة المهمة جدا في الأمم المتحدة هو مجلس الوصاية. المجلس ده تم إنشائه علشان يساعد البلدان اللي كانت مستعمرة لحد ما تاخد استقلالها وحكمها الذاتي. في عندنا كمان محكمة العدل الدولية، ودي حاجة مش جديدة علينا لأنه إحنا درسناها قبل كده، وهي جهاز قضائي أساسي موجود في الأمم المتحدة علشان أو من ضمن أجهزة الأمم المتحدة، بيساعد على تحقيق السلام والعدل بين الدول عن طريق إصدار أحكام قضائية قانونية لهيئات دولية. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي كانت مصر بتدول عليها القضية هي قضية طابة اللي تم تدويلها في محكمة العدل الدولية واللي أصدرت حكمها بأحقية طابة لمصر. كمان عندنا الأمانة العامة في الأمم المتحدة، مقرها نيويورك، ورأسها الأمين العام، وبيتم تعيينه لمدة 5 سنوات. ده كان بالنسبة للأمانة العامة. مصر شاركت بجهودها الكبيرة في الأمم المتحدة، مصر شاركت في قوات حفظ السلام في بعض الدول زي البوسنة والهرسك، زي الكونغو، زي الكويت، زي الصومال. هنا هقف شوية علشان أشوف العلاقة المتبادلة بين مصر والأمم المتحدة والأمم المتحدة ومصر. لو جه قال لي دور مصر والأمم في الأمم المتحدة، يبقى أنا هنا بتكلم عن قوات حفظ السلام اللي كانت موجودة في بعض البلدان اللي شفناها، البوسنة والهرسك والصومال والكويت. لو اتكلمت عن دور الأمم المتحدة في مصر، يبقى أنا بتكلم عن مجلس الأمن اللي أصدر قرار رقم 242 لسنة 67، وبتكلم عن اليونسكو اللي أنقذت معبد أبو سمبل وكمان أحيت مكتبة إسكندرية. دي كانت بالنسبة للأمم المتحدة. آخر منظمة دولية هي منظمة حركة عدم الانحياز، ودي أسستها مصر وبدأت تدعو لكتير من الدول عشان تدخل معانا في هذه المنظمة، وده ظهر في مؤتمر باندونج في أندونيسيا سنة 1955. مصر شاركت مع بداية هذه الحركة وكنا 25 دولة، لكن دلوقتي 118 دولة، معظمهم من دول إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية اللي هي أمريكا الجنوبية.
ده كان بالنسبة للمنظمات الإقليمية والدولية اللي شفنا إن مصر كان ليها دور رائد وتاريخي في تكوين وتأسيس كل المنظمات الإقليمية والدولية اللي موجودة في العالم. يبقى احنا شفنا المنظمات دي وعرفنا إنه عندي منظمة إقليمية اسمها جامعة الدول العربية وزي المؤتمر الإسلامي وكمان الاتحاد الأفريقي، وشفنا مصر ودورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنظمات الإقليمية، وشفنا كمان المنظمات الدولية، شفنا الأمم المتحدة وشفنا حركة عدم الانحياز، وكلاهما مصر شاركت بفاعلية في تأسيسهم. شفنا دور مصر في الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في مصر، والحتة دي نقطة مهمة جدا لأن ممكن يجينا سؤال عليها مهارات تفكير عليا، دلل على العلاقة المتبادلة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة. العلاقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة هي علاقة متبادلة. إزاي؟ لأن مصر بتساهم بقوات الأمن بتاعتها في مناطق حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم زي البوسنة والهرسك وزي الصومال وزي الكويت وزي الكونغو. مصر شاركت بقوات حفظ سلام، يعني مصر طلعت قوات حفظ سلام تقعد في المناطق دي عشان تحافظ على الأمن والسلام العالمي. طيب العلاقة المتبادلة بين الأمم المتحدة ومصر، الأمم المتحدة فيها مجلس اسمه مجلس الأمن، وده مجلس بيهتم بنشر السلام في العالم، أصدر لمصر قراره رقم 242 لسنة 67 بعد نكسة 67. كمان الأمم المتحدة شاركت بفاعلية عن طريق منظمة اليونسكو، المنظمة المسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة. عملت إيه منظمة اليونسكو؟ أحيت مكتبة اسكندرية وعملت إنقاذ لمعبد أبو سمبل من الغرق، وده تراث حضاري وتاريخي. ده كان بالنسبة لآخر دروس منهج التاريخ. إن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل معاكم منهج الجغرافيا اللي هيكون فيه درسين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهنبدأ معاكم إن شاء الله النص التاني من الحلقة هيكون مراجعة عامة على المنهج. ما تنسوش تتابعونا، ولو في عندكم أي أسئلة أو استفسارات ابعتوها لنا على صفحة برنامج مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي. أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية. إلى اللقاء.